الواجبات الخاصة بالسكن المؤقت كان بيدروس والمصادقة عليه. النقطة الرابعة دراسة مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز وتمويل إعادة بناء وتسنية المنشأة الفنية وإعادة هيكلة وتأهيل المطار الطرقي وخلق مساحة عمومية بمدخل دريوش. النقطة الخامسة دراسة مشروع اتفاقية شراكة من أجل إحداث سوق السمك في المدينة والمصادقة عليه. النقطة السادسة دراسة مشروع اتفاقية شراكة من أجل ربط مجموعة من المنازل بشبكة الكهرباء. النقطة السابعة دراسة برنامج عمل الجماعة والمصادقة عليه. النقطة الثامنة دراسة طلب تأجيل بإحداث قناة رواد كارت وواد إسلام. النقطة التاسعة والأخيرة دراسة برمجة الفائض الناتج عن السنة المالية 2017. إذن هذه هي النقاط للدورة العادية لشهر فبراير. السيد البشر إذا كان عندك شيء كلمة أو لا حدث السلام إخوان مباشرة النقاط للدورة العادية. إذن النقطة الأولى اللي هي تقرير عن أنشطة الرئيس بعد الدورتين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد الرئيس السيد مفتي عام إقليم دريوش السيد مدير الوكالة الوطنية للكهرباء زملاء الأعضاء المواقع الإلكترونية الحضور الكريم مرة أخرى السيد الرئيس نتفاجأ كأعضاء جماعة دريوش وتفاجأ معنا المتتبعين والرأي العام المحلي نتيجة إصراركم مرة أخرى على خرق القانون خرقا سافرا وذلك بعدما أنبرمجتم عقد دورة فبراير 2018 خارج الأجال القانونية المحدد بها قانون أي الأسبوع الأول من الشهر. من هنا نستنتج السيد الرئيس من خلال ما ذكرناه أنه أصبحت قضية خرق القانون عندكم قاعدة وتطبيقه استثناء. السيد الرئيس إن المنح الذي تسيرنا فيه أصبح سائلا يسائلنا جميعا لذلك يجب عليكم وضع حد لانتهاككم للقانون الذي يعبر عن إرادة العامة للمواطنين والذي يجب احترامه وتطبيقه. السيد الرئيس هنا غادي نعطيك جميع المحطات اللي خرقنا فيها القانون كجماعة. أبدأ بدورة ماي التي انسحبت فيها السيد الرئيس بغير سند قانوني وطلبنا منك السيد الرئيس عقد دورة استثنائية بأغلبية الأعضاء والتي تعقد طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي 113 ودعوتم لدورة استثنائية لمعالجة دورة ماي وجمعتم بين نقط الدورة الاستثنائية التي طلبنا كأعضاء أغلبية والدورة العادية ديال ماي. مما جعلنا نرفض ونعتبرها خرقا للقانون سافر وتكرر نفس الشيء في دورة أكتوبر التي لم تسلم من خرق. إن المشروع المغربي المشرع المغربي حدد دورة المجلس 3 في السنة في الأسبوع الأول. معنى الأسبوع الأول السيد الرئيس هي 7 أيام الأولى. إحنا اليوم رانا في 8 في الشهر. يعني الجماعة الوحيدة اللي بقت في المغرب مازال ما دارت الدورة ديالها العادية هي جماعة دريوش. ملي كنهضروا على الأسبوع السيد الرئيس الأسبوع ما كيتكررش فيه النهار ما كيتكررش. وأيام الأسبوع غنمشيو عند الدري صغير كيقرا في الروض غادي نسولو على أيام الأسبوع غيقول لنا 7. حنا دايرين الدورة في نهار 8. وشكرا سيد الرئيس. شكرا نقطة غادي نقطة نظام قبل ما نناقشوا النقاط ديال الجلد تفضل اسحك لان الا القانون بسم الله الرحمن الرحيم تحيه السيد الرئيس تحيه السيد باشا السيد عميل تحيه موظفين المصالح الخارجيه وكذا تحيه كذلك الاعضاء والمناظر الاعلاميه والحضور الكريم. يعني سأؤكد ما تردد على لسان السمح مداتوري أننا يؤسفنا سيد الرئيس مرة أخرى أن نقول أن حليمة قد عادت إلى عادتها القديمة. نقصد بذلك سيد الرئيس
بغيت تستوعب يعني الملاحظات ديال الاعضاء، بغيت تمشي هباء منثورا، يعني الا كانت عندنا ملاحظات تاخذها بعين الاعتبار. نقصد بذلك سيد الرئيس ان ما يزال انك ما زلت مصر على احتقار القانون وخرق فصوله مره اخرى، رغم تنبيهنا لك غير ما مر الى ذلك. هذه الدوره سيد الرئيس غير قانونيه، لانها لم تحترم الماده 33 من القانون التنظيمي 113-14، ولا سيما الفقره الثانيه التي تؤكد ان الدورات العاديه تنعقد وجوبا في الاسبوع الاول من فبراير او ماي او اكتوبر، وغير قانونيه ايضا، لان السيد الرئيس ما يزال مصرا على تحقير اعضاء المجلس ولن نسمح لك بذلك، لانه لا يحترم الاجل القانونيه في التبليغ، كما تؤكد الماده 35 التي تشترط تبليغ اعضاء المجلس بجدول الاعمال والوثائق ذات الصله التي هي 10 ايام قبل اي دوره. عقبه احتجاجنا الشديد على تلاعبكم رفقه كاتبه المجلس في محاضر الدورات وتزوير مضمونها، حيث نفاجأ بعدم تسجيل مضامين مداخلتنا في المحاضر. السيد ممثل السيد عامل، يعني احنا كنأكدوا على الاحتجاج ديالنا ونبغيو توصل لنا يعني المقترحات ديالنا والملاحظات ديالنا. السيد عامل، ان الساده اعضاء في المكتب كيزوروا لنا المحاضر، يعني المضامين ديال المداخلات ديالنا كاعضاء ما كنبقاوهاش في المحاضر ديالنا، ملي كنجيو نديو المحاضر ديالي ماشي مره هذه. وديجا جينا عند السيد يعني الموظف يعني اللي تيهتم بهذ المحاضر، كنلقاو حذف للمضامين ديال المداخلات ديالنا، وما عرفناش دابا حنا واش حنا، ولكن هنا انا اؤكد على ان المسؤولية الكاملة على الرئيس والكاتبة ديال المجلس. وشكرا. شكرا السي حمد. صباح الرحيم. السيد الرئيس، السيد البشار، السيد مدير الوكالة التجارية للمكتب الكهرباء، بزملاء الأعضاء وسائل الإعلام المحلية، حضور الكريم. سيد الرئيس، أثيرت نقطة لا أهمية اللي طرحها السي محمد طوري، يعني يقول بأننا اليوم نحن في دورة مرة أخرى غير قانونية. سيد الرئيس، إخوان طرحوا هذه الإشكالية، كان لزاما عليكم سيد الرئيس خصكم تجاوبونا. واش حنايا اليوم هاد حنا في دوره يعني قانونيه او دوره غير قانونيه؟ ما يمكنش الاخوان ثاني واحد النقطه يعني يعني مرات اخرى يعني يؤكدون على عدم مشروعيه هذه الدوره، والسيد الرئيس مروا عليه يعني مورا الكرام. هادشي ماشي يعني هادشي مقبول. السيد الرئيس يجب، انا شخصيا انا اتفق معهم بان الاسبوع الاول من كل يعني من الاشهر التي حددها المشرع تعقد فيها هذه الدورات، يعني حدد الاسبوع الاول يعني في 7 ايام الاولى. السيد الرئيس، الى حنا طلبنا منك نطبقوا القانون يعني لاعتبارات يعني منطقيه، لان القانون وسيله للضبط الاجتماعي وتنظيم وتهذيب سلوك الافراد والعلاقات بينهما، كما يساهم ايضا في يعني في تلاحم يعني الافراد. يعني حنا هنا اليوم ما طبقناش القانون، حنا ولا عندنا يعني جذور. شي كيقول القانون شي شويه، يعني تطبيق القانون يعني كيوحدنا. هذا القانون السيد الرئيس، يعني في غياب ديال هذا القانون ما كيطبقش القانون، يعني كنفسحوا المجال لواحد ديال كيكون دائما توتر وكاين يعني انزلاقات يعني ما يعني ماشي مزيان، يعني كيفقد حتى الامان والاستقرار يعني والثقه بيننا. سيد الرئيس، يعني حنا ولينا دابا كنحسوا بان حنا عندنا ولا في المجلس عندنا تشبعنا بواحد الثقافه ديال العشوائيه وديال الارتجاليه ولا مبالاه. يعني هذا الشيء كيولد شخصيا انا كيولد عندي واحد الاحباط عميق جدا، يعني كيصعب المعالجه ديال يعني ديال ديال يعني ديال الاحباط. حنا كنجاوزوا القانون، كندوزوا على القانون، يعني هذا الشيء كيؤدي في يعني في اخر المطاف، يعني الى تعطيل يعني المصالح ديال
ديال المواطنين. سيد الرئيس مرات اخرى نطالبكم يعني باش الانسان يلتزم القانون وديروا الدورات. يعني كان عندنا اسبوع يعني كان عندكم يعني وقت كافي باش غادي يديروا دروسكم. شكرا. والله هذا انا بنفسي يعني اثمنها في الحقيقه، ولكن مع كل حال سنمر لمناقشه الدوره اللي هو مهم هو ما يقوله الساكنه. السادة الاعضاء مره ثانيه غتكون تقرير ديال الاجهزه الرئيس بين الدورتين بناء على الماده 25 من النظام الداخلي باش يتبع الدروس يقدم الرئيس عند بدايه كل دوره عاديه تقريرا اخباريا للمجلس حول الاعمال التي قام بها بين الدورتين وعليه اتفاقيه شراكه تحت السوق المنازل بشبكه. هي النقطه السادسه. قبل ما ندخلوا في النقطه السادسه نعطي كلمه للسي المستضيف. سيد الرئيس، تحيه الاعضاء الحاضرين، تحيه الصحافه المحليه والحضور الكريم. اسمح لي السيد الرئيس غير كل روح سياسيه ذيك تقرير عن انشطه الرئيس بين الدورتين، اذا سمحت لي فقط يمكن ان اخالف القانون او اسير القانون. كيف سعاده الرئيس يعني يعني حنايا رانا منتخبون ماشي هيئه مجتمع مدني، ماشي مجتمع مدني، ماشي كنديروا هذا الشيء تطوعي هنا في المجلس. يعني رانا منتخبون وتربطونا يعني مسؤوليه والمحاسبه. لكن إذا سعادة الرئيس لو حبالا حنا يعني كمجلس نديرو شي مكتوب دراسات، نديرو شي يعني شي نكلفو يعني باقي الأعضاء ولا نشكلو شي جناب يديرو لنا واحد التقرير ديال الساكنة حول مجلس ديال الدريوش. الساكنة عمرو شي استمارة ولا شي استفتاء، نشوفو حنايا يعني حنايا كأعضاء فين غاديين. أنا كيبان لي في هاد الظرفية الحالية الساكنة ديال الدريوش نسات هاد المجلس هذا. يلا في هاد الظرفية يعني نساو لا متتبعين ولا يعني اللي انتخبوا علينا ولا اللي صوتوا علينا ولا كيترجوا منا شي خير يعني فهاد اللحظه هذه لاسباب كثيره وكثيره. انا كيبان لي سعاده الرئيس يعني اذا درتي هاد الخطوه انا كنعتبرها يعني جد رائعه ولا يقوم بها الا الرئيس والجري. يعني دير لنا شي استماره نشوفوا حنايا واش نستحقوا عاد يعني نكونوا هنايا كاعضاء ولا نمشيو يعني كل واحد يمشي يخدم شغله. لكن من الامور سعادة الرئيس يعني اذا بقات امور هاد الشيء راه ما كتبشرش بالخير. انا زياد الدريوش راه كيحتاج ربما خصهم شي قياده ولا شي حاجه شي مرات يدوزوا على العمل يحرقوها يدوزوا علينا حنا يحرقونا يمشي يخدموا شغلهم. وتحياتي. الله يسعدك. هذا مصطفى هذا واقع. الاداء ديالنا ربما كان ضعيف، الاداء ديالنا ربما ما عرفتش بالضبط، ولكن احيي السيده زياد الدريوش بكل روح يعني حقيقه. الناس ديال الغيره، الناس ديال وهي كتنتظر منا كثير، فاحنا كان من المفروض علينا اننا يعني نوضوا نشتغلوا بكل جديه، نكروا الذات ديالنا، نكروا الخلافات اللي كاينه بيننا، خصوصا اننا مقبلين على واحد المجموعه ديال المشاريع اللي ان شاء الله هي غادي تكون هيكل للمدينه ديال الدوش. الاخطاء لابد تكون، وهذه النقطه اللي اثاروها الاخوان، انا راني معكم حقيقه اليوم اللي قال سي عطوري راه واقع، يعني راه الاسبوع الاول هو اللي كينص عليه القانون. لابد في الاسبوع الاول، ولكن لست ادري ما حصل عند السي جمال، وكيبان لي انه ربما ان شاء الله يعني ندخلوا نشتغلوا، كاين واحد المجموعه ديال المشاريع، كاين اسواق غادي تفتح، كاين قناطر غادي تنجز، ربما عندها اولويه. هذا خطا وقع، لكن ربما ان شاء الله اذا بغيت. مصطفى نهار عندك الحق الشيء اللي قلت، هذا الشيء عصبك سيدي، من كبارك، دارك مرة عصبك. الاستماره اللي كيطلبها هي ممكن الا بغيتي تجيب لنا واحد النموذج، واخا يدوز غير في الانترنت، نسولوا الساكنه ديال الدريوش نقول لهم اودي فين راه الخلل. ربما الخلل في الرئيس، ربما في الخلل في المجلس ككل، ربما الخلل كمجتمع مدني ما عندهش الواجب ديالو، ونعرفوا فين كاين شخصو الا بغيتي تقول المرض الا باغي تقول مزيان. هذه راه كدار غير في الدول المتحضره والمتقدمه الصراحه، ولكن انا مستعد نجيبو نحطو الاستمارة، إما بغيتو عبر البوابة ولا بغيتو كذلك نديرو الاستمارة ونزلو على الساكنة يساعدونا يوريونا فين راه الخلل. أنا مستعد نحل هذه المبادرة. أنا في ظني أن هاد الأنشطة اللي درنا على مستوى العمالة إن شاء الله كاين واحد المجموعة ديال المشاريع اللي بإذن الله غادي تنجز، وخاصة حنا عندنا التأهيل الحضاري اللي وافقت عليه الوزاره، وفي الايام القليله ان شاء الله غادي نكملوا ما تبقى سواء ديال الوار الحار او الطرق بالمدينه ديال الدريوش. اذا كان شاطرين الاخوان دوز مباشره للنقطه السادسه اللي هي دراسه مشروع اتفاقيه شراكه من اجل ربط مجموعه من المنازل بشبكه الكهرباء. اظن ان هذا
هذه القضية ديال الكهرباء في مدينة ديال دروش درنا فيها عدة ملتمسات ومازال باقي الناس في مدينة ديال دروش اللي كيمشيو كيبغيو يدخلوا الضو كيجي لهم غالي. وكاين مازال الساكنة في دروش اللي كيبغيو يدخلوا الماء كيجي لهم غالي. وكاين مازال الناس اللي ما عندهمش الضو وكاين الناس اللي ما عندهمش الماء، علاش؟ بعيد عليهم. درنا عدة ملتمسات واليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الاتفاقية الشراكة. الاتفاقية الشراكة السي مصطفى قلتها علينا. اتفاقية الشراكة كنحيي بعدا واحد المجموعة الإخوان اللي بادروا وطلبوا منا باش تكون في إطار الجولات الحكومية اللي كنا قمنا بها بخصوص تحصيل الحاجيات ديال الإقليم بينهم الجامعة الحضرية ديال مدينة دروش، كنا توصلنا بواحد الطلب ديال إنجاز دراسة للمجموعات السكنية كما ذكر السيد الرئيس اللي فيهم حي ديال بي دي ان، ولاد علي بن حمو ولاد محمد، هادو ثلاثة ديال التجمعات السكنية اللي كاينة في الإقليم واللي ما مستافداش، اللي كاينة في الجامعة الحضرية وما مستافداش التيار الكهربائي. إذن الإخوان ديالنا في مكتب دراسة قاموا بدراسة لهاد المجموعات هادو وتوصلنا للكلفة الإجمالية ديال التسويق ديال المجموعات هذه اللي كانت هي 156 ألف درهم تقريبا 16 مليون، فيها غتكون عن طريق شراكة اللي فيها المساهمة ديال المجلس البلدي ب 21 ألف درهم، وفيها المساهمة ديال المكتب الوطني للكهرباء ب 89 ألف درهم، وفيها هاد الناس اللي غادي يستافدوا غادي تكون عندهم المساهمة ديالهم في خلال الاشتراك 3000 درهم، إما كتأدى في ضربة واحدة عند الاشتراك ولا كتقسم لهم على 36 شهر وكتعطى 100 درهم كل شهر، ملي يجي يخلص الفاتورة ديالو كيزيد واحد المساهمة ديال 100 درهم شهريا لمدة 36 شهر. هذه هي المضمون ديال الاتفاقية. هذه المجموعات واخا كنشوفوا أن الحدبة الحي ديال ميديان فيه غير 5 ديور، هادو اللي مبنيين، ولكن حنا كنهضر شمولية راه كاين تجمعات اللي كاين يعني منازل اللي في طور البناء ولا اللي غادي تبنى، دونك حتى اللي غادي يجي مستقبلا راه غادي يستافد إذا وصلنا الضوء لهاد الأحياء هادو، حتى اللي غادي يبني مستقبلا راه غادي يستافد إن شاء الله. وشكرا السيد الرئيس. نعم السيد المدير شكرا. على حسب واش وزع يعني المساهمة ديال كل الشركاء لأن الجماعة تنقص على كل عائلة 1400 درهم، قسمت 21000 على 15 عطات لي 140 فرانك اللي كنخلصوا على كل عائلة، وكل عائلة كتخلص على راسها 3000 درهم، والباقي اللي كتخلصوا لوينو. لوينو هي اللي دارت المساهمة النسبة الكبيرة في المساهمة اللي هي 8 مليون 900 تقريبا 9 مليون، حنا 2 مليون ديال المساهمة، وكل عائلة كتخلص على يعني على الكامل ديالها 3000 درهم. إلا أحسنت كما قال سيد المدير كتيرو شي حاجه ماشي شي حاجه، نتمناو ان هذا يكون نموذج باش الناس الاخرين ان شاء الله يتحداو العائق ديال الكلفه اللي هي مكلفه بطبيعه الحال ديال الربط سواء بالكهرباء او بالماء الصالح للشرب. الساده الاخوان اللي عندهم شي نقطه خاصه السي مصطفى. السيد المدير السي الدكتور السي الرئيس، انا كيبان لي هو بكل صراحه من العيب والعار جيو حنا في 2018 نناقشوا بلاد واش خصو الضو ولا ما خصوش، واش خصو الماء ولا ما خصوش، واش خصو القادوس ولا ما خصوش. انا سعد الرئيس اللي بغيت نقول لك هنا اللي بغيت نقول للمدير السيد المدير الا جا عندكم شي شخص بغى شي رخصه ديال الضو ولا بغى يديروا له شي دراسه غير يديروا له دراسه، لانما هذا راه مشروع وطني يشرف عليه الملك. حنا ما استناوش في 2018، راه الاحتياجات ديال الناس تجددت كثيره استاذ. هذوك الناس اللي كانوا كيعيشوا في الكهوف، هذوك الناس اللي كانوا كيتمناوا الماء والضوء، دابا حنا راه يعني رانا في 2018 حتى الاحتياجات ديال الناس راه تشددت وبشكل كبير. انا اللي كيبان لي سعاده الرئيس هذه غير بغيت نطلب من السيد بالكدور يعطيني الاسماء، يعني انا ولاد محمد يعني هذيك الدائره ديالي بغيت نعرف لي هذوك الناس اللي بغاو الضوء وصافي. حيت اسمح لي السيد الرئيس، حيت سابقا يمكن هنايا الوالي والعميد نديروا ديك الاجتماعات السوريه التي تزامنت مع حراك الريف، استفدوا شي ناس من الكهرباء. غير بغيت لسعادة الرئيس انا سعادة السي القدور يعطي لنا الاسماء، انا كيبان لي تما انا في الحي ديالي ربما ما كانش واحد ما خصوش الضو، كانت مجموعة من المنازل عاوناهم ووقفنا معاهم وربطنا معاهم الضو، الا كان شي اسماء ربما الا كان
حدا يعني خارج جامعة ولاد مو أو الدائرة ديالي يمشي يتحمل المسؤولية ديالو مع حسن بيبي اللي في جامعة طرسة. أنا يعني كيبان لي إلا كاين شي حاجة في ولاد مو حمد نشوف لي كيفاش. يعني شي مداخلة في النقطة وبعد نعطيو الكلمة للسيد المدير. سيد الرئيس كنشكرك على الغيرة اللي عندك على المواطنين ديال الساكنين ديال البلدية ديال دروش. الناس خصهم الضوء كي كان سي مصطفى في 2018 الناس باقيين عندهم. سيد الرئيس الناس حنا إلا كتفكر في الناس اللي خصهم الضوء خصهم حنايا في حي الفرح راه كتردو تما باقي كتردو تما الحمير والبغال. شو درت السيد الرئيس؟ عندك غير على الدروش وانت عندك المدينه ديالك كيعطوا فيها الحمير والبغال. انا اقسم بالله على العظيم ما نصوت على حتى شي نقطه اليوم على هذا الامر احتجاجا على هذه التصرفات اللي كديروا. مشيت عند السيد الباشا بالنيابه دابا هذا شهر ما دار والو. السيد الرئيس هضرت معك ما دارت والو. الحي خصو الضو خصو انا عندي الحمير والبغال في الحومه حرام حشومه. هذا هو هذا هو العيب هذا هو الممكن اللي بغيت تقول الممكن. انا لن اصوت على اي نقطه في هذه النقط هذه حتى تتصفوا هذيك الحومه. هذا الحمير وهذا البغال جايين من جامعه ديال دوك جامعه بعيده ما يطلبوا منك لا مصاريف لا والو. وقصيتوهم وخليتو الناس ديال الصغار كيموتوا كيشموا الريحه وكيتدبب والناس كيشوفوا داك القزادر من جميع المناطق ديال الاقليم وكيفروا كيجيبوا تما الحنوشه. راه شنو درت السيد الرئيس وكنجي هنا اليوم كتبان زعما انسان وديع بغيت دير تعطي الحومه تفك العوزه على الناس. واش وما بالك الناس اللي بعيد على البلديه 1000 متر عندك فيها الحمير والبغال. اين انت من داك السيد الرئيس من هنا؟ انا لن اصوت وكنطلب من الاخوان العشره ديال الاعضاء يساندوني في القريه لان حي منكم الناس كيموتوا. شفنا حالات خطيره جدا امراض الجلديه كتسببوا بها الدراري وجي كتكتبوا علينا هنا دير محوده دير هذه دير هذه. اسمح لي السيد الرئيس وشكرا. بغيت تجاوبك السيد الرئيس اسمح لي ما تجاوبنيش انا ما عندك ما تجاوبني تجاوبني هو انت صوت تما عليك كتحمل مسؤوليه سير جمع عليا تما داك الشيء ولا راه كديروا هذا الاخر. هذا لا عقوبه حرام عباد الله حشومه عار عيب عيب 2018 وكديروا تما وكديروا الحمير والبغال في الاخر حرام السيد الرئيس حرام انت ساكن في الناظور ما تجاوبنيش عييت معاك عييت مع السيد الباشا دابسنا كاع انا وياه ما غاديش تجاوب الا تجاوبني هو تحداني سير اليوم اسمع داك الشيء اسمح لي امام الناس كيفاش امام الناس وجا عندكم واحد السيد اسمح لي جا عندكم واحد المواطن كنتو راه جبل اللي دارهم تما اسمح لي جاوبك سي جمال باش انا ما بغيتش الجواب ديالك ما عندي ما نديرك شكون اللي بغا يدير شي مداخله تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. اشكر الساده والمسؤولين في المدينه السيد المدير الاقليمي السيد الرئيس بالنسبه لهذه النقطه للشركة صوتنا عليها من قبل سيد الرئيس وبالإجماع ولن يتم تفعيلها إذا لا جدوى من اتخاذ إعادتها للساكنة متعطشة مثل هذه الحالات ولكن عليكم أن تفعلوا المقررات التي صوتنا عليها سيد الرئيس وبالإجماع. هل باش هذا الاتفاق المادة الثالثة محتوى الاتفاقية هي المادة الثالثة تهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز المشروع المتعلق بتأهيل لحق الجامعة الترابية الدريوش بن طيب ميدار بإقليم الدريوش على النحو التالي بناء وتهيئة وتقوية الشبكة الطرقية هنا إحداث وتهيئة مساحة خضراء خلق وتهيئة ساحة عمومية التشويه العمود الأفقي تمديد وتقوية شبكة الإنارة العمومية. إذن علاش غنزيدو حنا هاد المشكل؟ تمديد تمديد وتقوية شبكة الإنارة العمومية المهم وصلها لك السيد تما. لا لا صمود تفسر اش باش غادي نقول الإنارة العمومية هو اللي كيراج بيبليك هو الشارع اللي كيشعل الضوء هادو غادي يربطوا الضوء بالدار ديالك شعل الثلاجة وشعل التلفازة وشعل السيد الرئيس خليني نكمل تفضل حنا راه صوتنا هنا راه كاين 10 المريضة لهنا ماشي غندخلوا الدور ماشي غنديروا الشوارع واه باش نجيو عاود حنا نسمحوا في هاد الناس هادو اللي كيمشيو مع مسيديا في الزنقه ديالهم غا عامرين بالغيث
هادو عندهم حق ما يخلصوش باقي استخلاصهم، ما يخلصوش الكلمة الله ما يخلصوش. علاش؟ بأننا حنا كنمشيو للشارع، حنا ماشي أعضاء ديال الشارع واحد، شارع الحسن الثاني، حنا أعضاء ديال المدار الحضري ديال البلدية، خصنا نفكروا في هادو، ما نفكروش في خصهم دولة، خصهم كلشي، خصهم الزفت، خصهم ماشي الضوء. المهم هذه راه اتفاقيات شراكة، هذه راه كنقول لك هذه اتفاقيات شراكة غتمشي تخرجها لحيز الوجود. شكرا الرئيس. هذه راه فيها كلشي، فيها التسفيت، فيها تقويه الماء، فيها كلشي فيها. السلام عليكم. شكرا. إذن في ليه خص اتفاقية الشراكة إلا كاين شي مداخلة أولا راه تلقى المسير المدير، تفضل سي المدير. الثانية اللي كانت تمايا غير في إطار الدراسة إلا شتي حتى الكلفة ماشي شي كلفة كبيرة، لأن غير ديال التقوية ديال الشبكة، وفي حالة ما إلا كانوا حتى غيتزادوا جو أخرين باش يستافدوا بكل الحرية، فهمتي ما يبقاش العائق ديال التوسيع. دونك غادي نديرو تقوية على الشبكة باش ما يبقاش ضعف ديال التيار اللي يقدروا يعانيوا منه مستقبلا، وإلا كانت جورج لي مستقبلا غادي يتبنى حتى هما يستافدوا. هذا هو اللي كاين. الثمانية ديال جورج اللي كانوا عندنا داخلين راه عندنا الأسماء ديالهم البلد اللي كانت عطاتهم ماشي حنا اللي اقترحناهم. من بينهم كانوا شي وحدين اللي راهم استافدوا في واحد الطبيعة كنا خرجنا وتعاملنا معاهم، ولكن أنا تنقول المهم هو أن خصنا نديرو التقوية ديال ديك الشبكة باش ما يبقاش حتى مستقبلا إما يعانيو من الضعف ولا إلا تزادوا شي ديور ما يلقاوش الشبكة قريبة باش يستافدوا حتى هما. شكرا. سهل الحال سيدي الدكتور ديال التقوية والصلاة والسلام صافي. لأن حتى الكلفة راه كتشوف ماشي شي كلفة كبيرة، بالنسبة للجامعة كاين 2 مليون وتسعود واخدها المكتب على عاتقي باش نديرو التقوية ونهنيو هذا المشكل ديال الضعف وديال الشبكة البعيدة على المواطن. اسمح لي واحد السؤال سيدي الدكتور، واش كاين ضعف؟ واش بغينا التقوية؟ واش بغينا الربط؟ يعني لا هذا بغاو يربطوا ماشي ضعف. غالية جاتهم غالية. الربط وحتى مستقبلا. ما كنحسبوش الكونتور هنايا مثلا. ما عندناش مهمة باش نحسبوا الكونتور واش غالية ولا رخيصة. شي كونتور هذاك التطبيق. المهم هو توسيع حنا دابا غير باش مستقبلا، أنا نقول لك باش حتى مستقبلا اللي زاد في ديك المنطقة ما يلقاش مشكل. حنا درنا دراسة شمولية كاع لهاد الأحياء الثلاثة. باش حتى اللي كاين حالي ما يلقاش مشكل، واللي تزاد بناء مستقبلا ما يلقاش مشكل. دونك غادي نقويو الشبكه تما ونقربوا ما امكن للمواطنين كاملين باش اللي بنا يستافد. شكرا. نقول السي الدكتور سمح لي على هذا النقاش الثنائي. هذه النقطه هذه كان عليها سعد الرئيس ديرو انت الاجتماع الدواء والسي القدور ديرو واحد الاجتماع تما ودوزو ورو. انا ما تستناش، واش غتستناني ندير لك البلوكاج ولا غادي نقاطع واش انا وليت مسؤول الوالدين ولا سبحان الله يبارك فيك. لا كيقول لك يعني لا سمح لي وخص تفهمني الميساج بزاف. انا ما تجيش عندي غادي تناقش لي واحد النقطه ديرها هنا درجة واحد النقطه غير مهمه انا اعتبرها غادي نضيعوا فيها الوقت. واه ديروا الاجتماع انت ومبادره التنميه البشريه ولا انت السيد العامر ربعه بكم ديروا الاجتماع على هذا الزقه هذا والناس رجعت لهم الضوء. انا اصلا ما فهمناش واش التقويه واش التصفيه، ما فهمنا حتى شي حاجه. غير على ديك النقطه اللي قال لك السي جمال على حساب دوك المشكل اللي عنده في الحي ديالو راه مرارا وتكرارا 2008 واحد الدار تما في حي ولاد واحد. انا بغيت غير تسمح لي واخا خرجت على النقطه. مرحبا. واخا خرجت على النقطه اسمح لي. من 2008 واحد الدار تما راه مشاو ليها الناس وجاو عندك السيمانه اللي فاتت ولا الشهر اللي فات على حساب باش يهدموها. عطيت لهم واحد باش يهدموها، عطيت لهم واحد لوتوريزاسيون لان مشاو يهدموها باليدين ولا خصهم تراكس. مشاو جاو عند السلطه، مشاو عند العامل، كل مره يعني كيلعبوا بهم التنس، مره انت ترميهم لهيا، مره العامل يرميهم هنايا، مره الباشا يرميهم هنايا، وانا ميرانو تكرا انت التليفون الباش، ولكن حسيت ما واحد هبل غادي تحل لي هذيك الدار، انا علمت لكم اللهم اني بالله. جاوب؟ جاوب هذاك السيد السي مصطفى واخا خرجنا على الموضوع نجاوبك غير باش تقطع. هذاك السيد قانونيا كتقول لك خصك تعدلو باش يهدم الدار وتعطي له ميزان ديال الشهر. ذاك الميزان ديال الشهر ما كملش السي مصطفى واخا ما كيسالش غير نكمل لك انا اللي غادي نقول. هذه فيما يخص الدار الآلية للسقوط. فيما يخص هذه اتفاقية الشراكة كيقول لك القانون ممنوع من عند كليا باش الرئيس غادي يدير شي شراكة بلا ما يستشر مع أنا معاك. دابا السي مصطفى 15 عائلة يوليو صوتوا ليهم هاد الناس غادي يفرحوا وغادي يمشيو يدخلوا الضو من غدا غادي نوروا عليهم الديور ديالهم. هذا هو المطلوب في الكلمه الاخيره الاستاذ الشيخ. بغيت نجاوب السي مصطفى، بغيت نجاوب كاسي جمال. السي جمال باش نجاوب. فهمت السي مصطفى؟ هذيك السيده سند عطاء 2008 عاد نكمل لك القانون. هذيك السيده لا ماشي 2008 صلى على النبي. حنا فيما يخص
منازل آلية سقوط كان عطيو رخصمولها ويهدمها قانونيا مولاها يهدمها لأنك تهدد يعني الأمن العام لا غادي تهدم واحد لا تشوف غادي تهدم الجماعة وكدير لواحد كوين شحال باش تهدمت وعند الأعتاب ديالي حنا الحمد لله عندنا طراكس فاش عيط الإخوان قلت لهم ولدي الله يهدمهم هاد الشتا اللي راهي كاطيح راه كتشكل واحد الخطورة حتى على دوك اللي تكلمت عليهم نتايا ذاك المرة ديال كان عطيو الأجل ديال الشهر لما كيكمل الشهر كنهدمو حنا وكنديرو الكلفة على العاتق ديال صاحب المنزل أو البناية الآلية للسقوط اتفاقية الشراكة قانون كيقول لك خصك دويها في المجلس إلا قبل المجلس دوز إلا ما قبلش المجلس ما دوزش إذا السادة الأعضاء كيبان ليا أنها مفهومة هذه اتفاقية الشراكة إذا ندوزو مباشرة للتصويت نعم تفضل تفضل إذا بغيت نعرفو الناس اللي عندي ولاد موحد أنا ما ماشي مسؤول إلا أنا ماشي أسر حاجة عسان أنا ماشي مسؤول إلا كان شي واحد ما في الحي ديالي ما عندوش الدم أسرع أنا من اليوم نهار كنجري في ذاك الحي كتقول دابا كاين 15 ما عندوش الدم لا ماشي 15 لا راك غلط شي 15 8 8 8 8 لا دابا غادي نصوتوا شكون اللي كيقول نعم للاتفاقية الشراكة سادة أعضاء شادي كما صاحبي هادو مشاريع أنا أتحدث تحت وصاية المجتمع المدني كنحاضر في الورشات هادو مشاريع عبر عنها المجتمع المدني وعبر عنها المجلس اللي درنا مع الورشة حنا كنكتب دراسات ما غاديش نصرعو على التنفيذ كنصرعو على الصياغة خدينا أشكال إلى المجتمع المدني ومواطني وسكنة الكندليوش برمجنا المشاريع درنا نسبة مشاركة الجماعة اللي في الغالب ميزانية الجماعة 1% 5% 10% اللي كنوصلو شي نسبة كبيرة مشروع كبير كتوصل 50% مما يعني أن عام مجلس الجماعة أنه يبحث عن الشراكة هذا تحدي باش كنكتبو الدراسات هذا تحدي ديال المجلس مما يعني أن المشاريع حنا فقط نقلنا التعبيرات ديال المجتمع المدني لأنه النص القانوني المنظم وأنا أتحدث تحت رقابتكم لا القانون التنظيمي ولا المرسوم كيقول لك كاين مقاربه تشاركيه مع مختلف المتدخلين وخدينا هذا الشيء ماشي جينا جبناه من راس الاحتماء هزيناه من هذه المقاربه التشاركيه من خلال اجتماعاتنا مع المصالح الخارجيه اللي عبرات على هذه التعبيرات خدينا تصور ديال مجلس الجماعه اكيد عندنا تصور ديال الجماعه عرضنا المشاريع كاين ورقه تقنيه ديال كل مشروع كيفاش غيدار كاين مساله اخرى اللي غتكون اساسيه جدا في هذا برنامج العمل اللي هو منظومة التتبع والتقييم اللي غندوز عندها بشكل مباشر لأنه المشرع باش يقطع مع هاد المشاريع اللي كانت غير كتبرمج برنامج في وقت التنمية السابق البي سي تي كانت كدار مجموعة المشاريع وما كتطبقش المشرع ارتأى في خلال هاد النصوص القانونية هذا نحيدو كان ديرونجي الناس ولا نخليه مازال شي حاجه لا خلي اطار برنامج العمل والعرض حاضر الساكنه تعانى بزاف من فوت الداء راس 4-5 نساء في الساكنه في الزوار الحر
واضح رأيت عمان السكينة لي بريد قاعد مؤتمر دار الشبيبة ما كاينش يا سيدي الرئيس قهوة عامري ها قهوة عامري الشبيبة ما كاينش ديروا لنا واحد الشبيبة كبيرة للناس الدراري اللي راهم في القهوة وعاود عندنا مشاكل ديال القنطرة القنطرة لتحت كاين ذاك الحديد مني ديني نهار المشتاح مرة كون سني كون كبوبري سيدي الرئيس خاصك سنقص ديال السكرة كبوبري راسي راسانيتا يغزار مني عاود تسجيل مني 400 مليار زم مريض يغزار كذا يفسني وما كنا وارني وارني السكان اتصل المسالح على خالد الشين اسمه مريض يغزار انا 370 وحده سيدي الرئيس نمشي للدكتور 6 شهور زي ما نجمع على كارطات انت راه سنجنش واش نجين والو 370 واحد واحد غاسل نيت شي مغانا عاد ها ني ني سوق خرق قنطار اقشوا الروند القنطار الروند القنطار الخو اخو مطراغه دوم الى شحال مشاو يزالين زين الله يجازيك بخير قاي كيك هذا الهموم الساكنه ورش تيماي تيما جميع ودني دارجه ما رانوش مرتقه المواطن المدينه بريش ما رانوش منايا ما غنشورسوا غير الشغل بدا ندير الواد الحار ما غنشورسوا غير الشغل بدا ندير التراب ما غنشورسوا غير الشغل بدا ندير ما هاكش 5 15 ديال الدوره دار والله يحمي وليدي اسمك شطون تما ملا يعني الامور واضحه السي علي لا داعي عندنا في المدينه برنامج العمل استاذ الاخوان اللي عنده شي مداخله بخصوص العرض اللي قدمه الاخ فليتفضل يعني تفضل تحيه السيد الرئيس السيد باشا بن زياده استاذ الاعضاء الحضور الكريم استاذ الاعلاميين ومفتي المصالح الخارجيه عندما تسمح لي يا خويا حسن تفضل بداية برنامج العمل والتقديم اللي قام به الأخ التقديم في المستوى يعني عهدنا منذ زمن طويل أننا نسمع ونرى الشيء الكثير يعني الشفوي ما شاء الله يعني عشنا لفترات ولزمن طويل كما قلت يعني في أكثر من مناسبة السيد الرئيس وعدتنا وعدت المجلس موقر وفي جلسة خاصة معك أن مشروع تطهير السائل يكون قد انتهى مسار الشرط الثاني وعدتنا باش تكملوا المصفات الموجودة في ضياع سكريتا منذ زمن بعيد كان كتذكر السيد الرئيس الكلام هذا اللي كنقول لانك وعدتينا باش تمشي للرباط تجلس مع اصحاب الوظيف المدير العام باش تجيب الفيزات تكمل عام سيدي باش تغطي النشط الثاني كما قال السيد العضو اقول واكرر انه بين قوسين كناكلوا الدق بهذا المعنى هذا مع الناس ديالنا معنى ان مع العلم انني توصل كل مره بردود افعال من طرف المواطنين كتقول لكم سير عند المرشح ديالكم ولا العضو معنى ان العضو ما عنده لا امكانيات ولا دراسه ولا برنامج ولا اتخاذ القرارات يعني باش نبقاو كل مره ندخلوا في السياسه في الاوراش في المشاريع هذا نستنكروا ونمددوا السيد الرئيس وفي برنامج ولا في النقط الحاليه ديال هذه الدوره هذه نقط مسيسه 100% يعني باش من يعني نفصلوا نقطة نقطة هذا نعم البرنامج العام راه داخل هذا الكلام داخل البرنامج العام قلت برنامج العمل ما شاء الله شفوية إلى آخره شكرا لك ولكن نتمناو إيه نتمناو سي مصطفى باش تدير النقطة ديال برنامج العمل ما نوصل القنطرة نقول لك كدير السياسة تفضل مصطفى فيما يخص برنامج العمل هو الأخ الأعضاء يمكن نوجه راسي بالأساس ما خافش عليك الشكر الجزيل لصاحب المكتب اللي كلف بالانجاز هذا المشروع ديال برنامج العمل الجماعي
الحقيقة سجلنا مجموعة من النقاط، يعني في عدد مذكرة منهجية مونوغرافية حول تشخيص المجال للجامعة، الاطلاع على برامج المصالح الخارجية داخل الجامعات الترابية، درت كذلك مثال استقراء آراء وتوجهات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية وإحياء المساواة لكرفوق الفرص. جميل. كان عليكم ربما كان علينا احنا كمنتخب المجلس ندير واحد اني نعد واحد لائحة أولية من الأطر المحلية العارفة بأسس ومناهج مخططات والاستراتيجيات التنموية. نستقبلوا ناس اللي عندهم تجربة في هذا المجال هذا باش حتى هما يعاونونا. إنما ملي كنهضروا على برنامج العمل الجماعي ولا ملي كنقولوا الجامعة الترابية ما كنقولوش الجامعة المؤسساتية. الجامعة الترابية يعني تنطلق من التراب، من ما كل ما يمشي فوق التراب، يعني السكان، يعني هنايا برنامج العمل الجماعي يعني كيديروا في السكان. وأنا حتى الملاحظة ديالو كانت في الصميم، يعني التواصل ديالو بين يعني السكان. حنا هنا كمنتخبون اللي كنجيو بحال كنديروا شي روتوشات، يعني في الا كنهضروا على المقاربه التشاركيه او الديمقراطيه التشاركيه، او ما بقاش ديك الديمقراطيه التمثيليه. دابا خص المواطن هو اللي يشارك في القرار، وشارك في القرار وحتى توجيه القرار. علاش قلت لك في الاول على هذيك التقرير؟ اسمح لي حتى نخليو السكينه دير التقرير ديالها. ايوا انت دير التقرير، شفت العامين وانت دير التقرير، كتقراه الكاتبه مره كتقراه نتايا. دابا نخليو نشوفو السكينه دير شي تقرير، ربما يجريو علينا كاملين، ربما هما احسن منا، ربما تما كاينين في دوك الناس في السكينه الناس عندهم قدرات، عندهم كاريزما، عندهم فيهم ميل احسن منا، ما تقدر تعرف. هنايا وكان خص ربما الاستاذ كان فتح ورشات مجاليه مفتوحه على مستوى الدوائر. داروا زيارة مثلا لكل دائرة، دائرة يمشيو عندها مثلا يديروا مثلا لقاء تواصلي أفضل، يعني هنا يكون لقاء تواصلي مثلا في الدوائر عاود يكون شي لقاء تواصلي وماشي. إيوا أش غادي نقول لك، في الحقيقة هذا البرنامج خص يكون يعني تناقش الأولويات ديال أولويات الحاجيات الأولى ديال الساكنة، مثلا ندير الويفي في الساحة ولا شي حاجة خص. فهمت لي كيفاش؟ يعني كان شفنا واحد النقطة من 2018 غادي تلقوا لنا الويفي في الساحات العمومية. مثلا حنايا خص يعني البرنامج العمل الجماعي تولي على الحاجيات، ما عندكش المسألة في الدار علاش تمشي تجيب أناناس ولا تجيب شي حاجة. فهمت لي كيف؟ إيوا نتمنى هذا البرنامج الجماعي يتجاوز التجاوز. راه بعض الإخوان بقاو في الساحة وكيسولهم واش خص شي تروطوار وخص شي بلاصة مثلا فين تصور. صحيح، ولكن كاين واحد المجمع ديال الشباب قالوا له انتي خصنا الويفي، وهو سجن الويفي. هذا هو اللي يسميه لأن السيارة الميدانية هي بصح كتفعل العمل الجماعي. السيارة الميدانية كما قال السي مصطفى المستشار المحترم أثار واحد النقطة جد مهمة، ألا وهي الزيارة الميدانية ضرورية باش كيكون عندك لقاء مباشر مع الساكنة وفي أي مكان، وحتى إذا كان شي مرفق عمومي كتشوفو انت يعني في اي مكان. اذا برنامج العمل ان شاء الله هذا يعني انا كي كيبان ليا، وحتى هما اعتمدوا على المراسلات اللي توصلوا بها من طرف القطاعات الخارجيه ولا المصالح الخارجيه. توسيع المنازل في الماء، نشوف السيد الدراسه وادي سلام بوحدو، مع العلم ان اللي ناضلوا اكثر إني نظمنا الطاز اللي ورق الانحراك هو يعني ساكن الدوش كوشي، ولكن تو غانوز نشتي مع كاك اللقاء من كاك السيد الوالي الممثل المصالح الخارجية السيد العامين السيد الرئيس نستعسس اللائحة أي حي يستعس اللائحة باللي إوذانا وغاسن بوامان إخصاص توسعة الشبكة، في حين توريخ داني تنين وادي إسلام حي الأمر الغربي دي روسن تنديتو عاس بوامان جيت تكمل ولا يسبوها من نهائيا واصبر وذني تجي شاح حي الامل الغربي جوج ثين يموشان دي وادي سلا هذي بين الويدان واخا السيد الرئيس اجن السؤال فقط، لان برنامج عمل الجماعة اتزد على مراحل اتزد على مراحل صلة الوصل بين الاعضاء مكتب الدراسة من يعنق سؤال على كشف صلة الوصل حلقة الوصل بين الأعضاء المجلس مكتب الدراسة. يعني نشي راه غادي نقول أنا أنكسن اجتماع مع العلم أن شنو راه كيسن بوا علاقة العلاقة من خا كعرض شكل المكتب عرفت سيدك غايرة شنو غاكون علاقتك السيدة وأنا تم شي غايرة غير شي لايف نادي حضار ما كاينش نحضر نشي
يعني العمود الفقري للحوار او اللقاءات او الدراسات اي مكتب دراسه هو الرئيس الذمي. جواب صافي؟ ماشي اللي يديرها اعضاء المكتب الدراسات بدون حضور المكتب. جوابك؟ لا الملاحظة خبرنا من جامعة الجامعة يعني لا نهرب غير شوية الرقم هذا ان يعني تسيد الشركاء وتعتمد شريك وحيد جدا وبعض الوزارات فقط يعني ما يصير كان مجلس الجهة مجلس الجهة مين ما غاخذ من الشنو ولا من وين الشن تنتمى الى جهة الشرق يعني الجهات الشرق تمشي وجدوها النظر يعني كمكتب دراسات تدريت نتوما في الجزائر ديال باب بعد المزوار واتحضار اتحضر باللي غنخدم جهه غنخدم الاقليمي غنخدم المجالس الترابيه المنا غنفعل غنسرخ الوزاره كاعلى كاعلى شريك غنخدم الجهه هو يجي نهائي ديال البرنامج الجديد اللي كيكمل قال الجهه خصها تساهم اكثر الجهه تساهم اكثر في المجلس البلدي او المجلس الجمال المجلس الموارد ضئيله جدا. شكرا. الاستثمار تاعو هو اسر ارشاد الجهه باللي ثلث كطرف ديال برنامج العمل الجماعي ديالوش يعني مرانش غير السؤال هو اللي تنادى الشطحه بالخو سي مصطفى تعني جاي ما تخليتنيش نكمل وكمل بالنسبة هذا غير باش نوضحوا الامور اكثر يعني بالنسبه للعرض اللي دار هو يعني كيبقى عرض حنا غادي نتفاعلوا عليه من بطريقه والنقاش ديالنا بيناتنا غادي يكون بواحد الطريقه اخرى يعني غادي نقيموا راسنا ونقيموا راسنا حتى يعني الجلسات الفارطه اللي ابتدات من سنه 2015 لا 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 أعتقد أن هناك مقاطعة لا أعتقد أن هناك مقاطعة أولا أقصد أن تحضر الأمور أنه يجب أن يجب العرض لأنه بعض النقاش يعني مش كيف يجب أن يورد واحد فهمت؟ يعني كيف نتفاعل شوية مش كيف نيني اللي عاون فهمت؟ يعني تقدر بعض الملاحظات بعض المنات سيحمو أنه أودي مجلس الجهة ويعني ويودني وش ندعم وياك وعند شي غير يجب نقاش جارانا يعني شي حمغة تبيرون شي تناقش يجب نقاش جارانا العرض يعني في الحقيقة الثانية تديج المناسبة يعني ادعو رئيس مجلس البلدي وادعو رئيس مجلس الاقليمي وادعو الساكنه ديال اقليم الدريوش نديرو شي مظاهره نفصلوا على هذه الجهه الشرقيه. حنا يا سيدي اسمعوا عطاونا هاد الناس هادو عندنا تما جوج اعضاء في الجهه اسمعوا عطاونا شي حاجه جابوا لنا شي حاجه حنا انا ادعو واؤكد واؤمن ان لو حنايا الناس ديال اقليم الدريوش نديرو شي انفصال على هاد الجهه الشرقيه نمشيو سي جهه طنجة الحسيمة تطوان كيستافدو انا كنشوفو في التلفازه كيدولو من السبيطارات حتى الجبل يعني باش حنايا ما نبقاوش نافقو راسنا يعني ماشي غادي نحملو المسؤوليه حنايا كمنتخبون فقط ولا نحملو المسؤوليه حنايا كمواطنين ولا حنا كمجلس ولا راه كاين اطراف كيتحملو معنا المسؤوليه مثلا في حركه ديال الريف اللي الناس هنايا مشاو للحبس علاش مشاو للحبس على قنطرة؟ واش بنادم صاحبي كيمشي للحبس على قنطرة؟ حنا مع السي مصطفى على هذا الملاحظة. يعني الإنسان يعني كيفاش نتايا في الدريوش واحد إقليم الدريوش الذي هو وسط الريف الذي هو قلب الريف بنادم كيمشي كيدوز 3 شهور ولا 4 شهور في رمضان للحبس على القنطرة حشومة كاع هاد الناس اللي جاو عندنا لا من الرباط ولا من الجهة ولا من الدولة ولا عطيونا شي كلمة غادي يكملوا معانا. ما كملوش معنا مرة أخرى إلى جهنا العميل والله ما غادي ندخل هنا وغادي يستقبلوا اللي غادي يستقبلوا هناك وبعضي بهذه العبارة ما كنضحكوش هنايا اللي بغى يضحك يخرج برا بنا المرا كيحرق الأعصاب ديالو من أجلكم أنتم أشاطر زميلي أننا في الحقيقة في هذه المدينة العزيزة وإلى حد هذه الساعة ماشي ما قدمناش طلبات الجهة قدمنا طلبات الجهة سي مصطفى ولكن مع كامل الأسف وحتى المجتمع المدني تعاود مع بعض الجمعيات أنهم يستفدوا الجهة ولكن لم نستفد شيئا فهذا النهار غادي نوقفوا جميعا كرجل واحد باش غادي نتسألوا مع الناس ديال الجهة فين الحق ديال الدريوش وخاصة السي مصطفى عطيك معلومات اللي غادي تفجر لنا هاد سميتو عرفتي احنا شحال النسبة المئوية اللي خدتها الإقليم ديال الدريوش بصفة عامة كنعرف النسبة المئوية
ربما 4%. ربما 4%. 4%. إلا ما خدنيش الذاكرة. والناظر كذلك 4%. لكن وجدت 68%. 67%. هذه مناسبة. هذا سميتو. وكنحمل المسؤولية في الحقيقة حتى للمنتخب. لأن حتى المنتخب كيلعب دور. راه المنتخب كيلعب دور كبير. لما كيكون عندك حتى شي واحد اللي كيمثلك وكيمشي لواحد المؤسسة وكيجيب لك العز. طبيعة الحال غادي تصفقوا له. وإذا عندك واحد المنتخب غائب ما كيحضرش ربما لا يبالي ربما ماشي في المستوى وخاصة اللي كتكلموا على الجهة راه العضو ديال الجهة كيكون عضو يعني عنده إمكانيات يعني ثقافية بعد يعني في البرلمان السي الرئيس حتى في البرلمان حتى هو غادي نحضروا لا جبتي لي جهة جبتي لي جهة راني معاك في الجهة جبتي لي معاك في البرلمان السي مصطفى يعني أشاطرك وشكرا على هذا الرجولة اللي فيك ومن الأول واليوم حتى اليوم أو إذا كنتوا شي دورة اللي غادي نتكلموا فيها غير عن جهة وهذا الشيء هذا راه هو اللي يقمع هذا مكتب الدراسات أنه ما استحضرش الدور ديال الجهة الشرقية راه الجهة وسيدنا عطالها دابا واحد المسؤولية كبيرة وعطالها صلاحيات واسعة وحمل ليها المسؤولية حنا ما بقيناش كنمشيو دابا للرباط ما بقاتش المركزية دابا كلشي اللي عنده شي مشكل كيمشي لوجدة بغيتي المستشفى الجامعي تمشي لوجدة بغيتي الإدارة تمشي لوجدة بغيتي أي من هي حاجة كتمشي الجهة ديالك هذا هو يعني المشروع المستقبلي ولكن مع كمية الأسف الجهة كتخدم مع جهة يعني بعض الجماعات أو بعض الأقاليم وكتسمح في بعض الجماعات وراه المدينة ديال الدير وشرا العاصمة الإقليم كنخصها هي تستافد بواحد الشكل كبير إذا هذا موضوع ثاني اللي أثروا للسيد المستشار المحترم إلا كاين مداخلات فيما يخص برنامج العمل باش نعطيو الكلمة الأخ يجاوبكم تفضل الحاج السي رشيد إلا تخرج إن شاء الله لا سيد الرئيس كنشوف هنا الدريوش مهدد الفيضان وزالت بجوج ولكن كنشوف هنا ما اثرش واحد هنا في هذا برنامج عام صيانة الأودية وما دخلش حتى السود التليين واستعزم باش يحميو هذه المدينة من الفيضانات كاين حتى الزلازل كاين غيمشي لمكتب الدراسات ديال اللي كيعطيو البنايه باش على حسب الطوره كنشوف انا هذا النقطه ما كاينش انا داخل السد عزيمان وسد التليين غادي يكونوا في شكرا غادي نضافوا راه سي عبد لان جد مهمين والمنطقه ديالنا كتعرف طردودات يعني بزاف ارضيه من حين لاخر 2008 كانت الفيضانات 2016 بالضبط بالضبط في شهر 1 يوم 25 كانت هزه اللي هزت جميع المنطقه ديال الريف بطبيعه الحال ومن بعد كانوا بزاف المراهق الاسبوع الفارض كانت هزه في منطقه معرضه للزلازل تفضل اخويا طريق محمد تحيه مره اخرى سيد الرئيس سيد الرئيس بغيت نشوف على من اعتمدتو هذا البرنامج العمل ديال الجامعه كنشوف جميع المشاريع اللي تلاهم علينا السيد ديال مكتب الدراسات كنلقاو المجلس الاقليمي وجماعه الدريوش ما هي الاعتبارات اللي هزيتوها وعلى من بنيتو بان المجلس الاقليمي مثلا غيساهم في ذوك المشاريع بديك النسبه واش خديتو من برنامج التنميه ديال المجلس الاقليمي وعندكم اتفاقية شراكة اللي فيها فيها وزارة السكنة وسياسة المدينة السيد وزير الداخلية السيد رئيس مجلس الجهة اللي كيساهم في هذه الاتفاقية في التأهيل الحضاري ديال مدينة دريوش بجوج مليار سنتيم نهار فاش وقعنا الاتفاقية كنا هضرنا على 2016 2017 2018 الاتفاقية يلا توقعت يلا تصدقت في الوزارة في هذا الشهر يعني هاد ثلاث سنين ما غاديش تبقى 2016 2017 2018 غترجع 2018 2019 2020 فيها السيد عامل الإقليم فيها السيد رئيس المجلس الإقليمي السيد رئيس الجامعة الترابية متي نحيل متي السيد المدير الجهوي للسكنة وسياسة المدينة السيد المدير العام لشركة العمران عارفين بأن وزارة السكنة وسياسة المدينة المساهمة ديالها كتفوض شركة العمران هي اللي كتخدم المشاريع ديالها
وراهم دوزوا العمران 12 مليار سنتيم ثلاثة البلديات دريوش بنطيب مينار. يعني عم نكتب دراسات واش خذا بعين الاعتبار هاد المشاريع اللي غدير وزارة السكنة وسياسة المدينة مع العمران باش يدخلهم برنامج العمل. هنا ما خصوش يدخل من اللي غادي يدير المشاريع ديال وزارة السكنة وسياسة المدينة والعمران ما يدخلش فيهم المساهمة ديال الجماعة الترابية والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة. الجامعة الترابية ووزارة الداخلية والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة راهم التزموا وغادي يعطيو الحصص ديالهم لأن التزموا والاتفاقيات. والاتفاقية اللي دايرها المجلس الإقليمي داير مليار سنتيم ثلاث سنوات 300 400. بالنسبة للجهة دوبلت 600 600 800. يعني هنا خصنا نهزوا هاد المبالغ ديال المجلس الجهوي والمجلس الإقليمي ونشوفوا البرامج العمل اللي دارت في المجلس الجهوي والمجلس الإقليمي عاد نديروا حنا برنامج العمل ديال الجماعة. كنشوف هذا برنامج العمل الجماعة اللي داير كي قال السي علي قال لك راه دار بينا هذه ما بقاتش دريمش راه عندهم حق ودايرين واحد العدد المشاريع ماشي هذوك هما الأولويات. حنا ملي كنهضروا على الأولويات كنهضروا على لاسينيسمو الوطن الحر مثلا خصنا ندخلوا عند الإدارة ديال الماء باش يجيو يبداو لأن وعدونا ب 30 كيلومتر ماشي بجوج المليار سيدي انا جوج المليار ما غاديش يدير لك 30 كيلومتر. حنا درنا اجتماعيا لا كيفاش عدوزنا في العماله كيهضروا لنا على 30 كيلومتر ديال ورد الحار داخل مدينه الدريوش. يعني الا درنا 30 كيلومتر ديال ورد الحار الدريوش راه سالينا ومع العلم بان مدينه الدريوش هي اللي استفدت اقل نسبه ديال ورد الحار في الاقليم. غادي نهضروا على ميلان راه استفدت 68 كيلومتر السيد الرئيس. غنهضروا على بنطيب استفدت 48 كيلومتر. ملي نجيو للدريوش عاصمة الإقليم حشومة نقولوا عاصمة الإقليم وتستافد ب 24 كيلومتر ديال الواد الحار. يعني في الحصة ديال يعطيونا غير الحصة اللي يعطيو المدن المجاورة. جاوبك السماح هذه الحاجة قلت الجواب جاوبك فيها السيد الرئيس. هنا خصنا نستحضروا البرنامج ديال العمل المشاريع اللي عندها أولوية. وملي كنهضروا هنا على الساحات العموميه كي قال سي مصطفى نديروا الويفي في الساحه العموميه. حنا غاديين في الغيس مازال عندنا مطمورات الواد الحار نديروا الويفي في الساحات ما خصناش نهضروا عليها هذه وعيب نهضروا عليها لان السكينه راه ترجمنا على هذه الهضره اللي كنقولوا. غادي نهضروا على الحي المنكوب ديال تيدينسيا علاش ما يدخلش هو في الاتفاقيه ونشوفوا مع العمران نشوفوا ذوك الناس نمشي نبنيو لهم ونبدلوا لهم ذاك السكن اللي عندهم. عيب لا ما درنا والو على السي الرئيس ما كاينش برنامج عمل. عطيها لينا كاين هذه برمجها 200 دار ما كاينش برنامج عمل لا برمجها حيت نقول لك الاليه للسقوط الاليه للسقوط لا الاليه للسقوط واحد سي مصطفى شباب مصطفى هذيك التجزئه اللي دارت الجديده ديال جنان كارت فيها 200 بقعه تخصصت للدينسيا المنازل للدينسيا وبعض المنازل اللي هي على الضفاف ديال الاولويه وبعض المنازل الاليه للسكن. سمح لي السيد الرئيس تطلق اش من تجزئه واش ديدينسيا لا اش من تجزئه ديال ديال عمره اللي كدير عمره اللي كدير جديده جنانكرت جنانكرت ما فيها حتى بقعه السيد الرئيس بالنسبه للتسميه. اسمح لي انا شفت البرنامج كنعرفو مزيان فيه السكن الاقتصادي فيه السكن 14 مليون فيه السكن 25 مليون فيه البقعة الأرضية فيه البقعة ديال الحرفيين والفيلات ما فيهش السكن الاقتصادي ما فيهش 200 بقعة سيد الرئيس ونجيب لك البلان. انا ما كنهضرش عن الفراغ ما كنهضرش بالشفاوي كنهضر باللي كاين لا انا كنقول لك حتى انا كنقول دابا ما قطعتنيش ملي قطعت سيد الرئيس لا انت اللي قطعتيني ماشي انا اللي قطعتك. عندنا الويدية وادي سلاه وواد كرت شت ما دخلوش فيه في برنامج العالم واد سلاه وواد كرت وخصنا الطريق اللي غتجي على وادي سلاه والكورنيش اللي غادي يجي على وادي سلاه غادي يشد على السياد الهنا حتى الطريق منتهي. وملي كنهضروا على القنطره القناطر ديال كرت اللي كنا هضرنا عليها كنا برمجنا ثلاثه ديال القناطر وداروا لهم دراسات وحده غديرها العمره خصها تدخل في برنامج العمل باش يلتزموا بها لان البرنامج ديال العمل كيلزم اي شريك باش ياخذ
المشاريع ديالو كاينه كونتر فوديستان ما دخلش. اما ملي نهضروا على الكونتره ديال الكبت هذيك راه ما غاديش تدخل في التأهيل الحضري، ما دخلش في التأهيل الحضري، هذيك طريق وطنيه وخص وزاره التجهيز تاخذها على عاتقها 100%، ماشي 50%، لا خص تاخذها 100%. واخا تكون داخل التراب الحضري انا غادي نهضروا راه داخل التراب ديال الجماعه، ولكن هذه طريق وطنيه والقنطره غتكلف 5 مليار حتى 6 مليار. السيد الرئيس ما غاديش تكلف 2 مليار ولا 3، كنهضروا على الاتفاقيه اللي محطوطه فيها 3 مليار. عندكم شي دراسات؟ عندكم شي بطاقه تقنيه؟ ما عندكم حتى حاجه. وملي كنهضروا على مع مدير التجهيز كيقول لك 2019 عاد ممكن نديروا الدراسه، ممكن عاد مازال ما التزمش 100%، 2019 يدير دراسه. يعني شنو الاتفاقيه غادي يوقعوا عليها دابا ولا دوزوها؟ وشكرا سيدي. لان عطيتينا معطيات جديده لان ربما ناقش مع جهات اخرى. انا عندي معطيات اخرى نتكلموا على نجاوبوا على نجاوبوا البعض باش نعطيو كذلك مكتب دراسات في الجو. تفضل الحاج. السيد الرئيس القضيه ديال الديديسيه عندنا اجتماع مع السيد العامل مع المدير ديال العمران باش نعطيو برقم لها الارض ديال ديال السبيطر. طرحت هذا السؤال جاوبني السيد المدير ديال العمران قلت لي هذيك راه مبرمجه في جنان كرت باش ما يقولكش راه ما مبرمجاش، راه كاين الاتفاقيه وكاين كل شيء. هذا اللي غادي نقول. نعم. والسؤال الثاني هو الاخ في القضيه ديال طحن النفايات سيد خالد. اييه تبارك الله عليك. طحن النفايات مع سيد عزيمان اللي قال الاخ. كنا كنا درنا في اجتماع في مجلس الاقليم طرحناهم مع السيد رئيس مجلس الاقليم وصافي باش ما ينساش وصافي وشكرا لك. في البرنامج ديال ديسيبلينال مكتب ديال الدراسات ديال الواد الحار جميع الدوائر تستخدم الواد الحار، وكنتمنى ان شاء الله غادي تكون التغطيه 100% الا دوار واحد ما فيهش ولا متر ديال الواد الحار الا وهو الدوار ديال ليديسيا. لما شدينا الخريطه نخرجوا فيها شنو دار مكتب الدراسات قلت له ودي راك قصيتي هذا الحي ديال ليديسيا وحي كبير وسكني. قال لك اودي حنا مالي الواد الحار ديال وجده، قالك حنا عندنا ما يثبت بلي ان هذا الحي ما غاديش يبقى، وبالتالي ما بغيناش نديرو له البرجو للواد الحار. اذا هذه سي محمد طريق يعني كتاكد لنا ان هذا الحي هذا سيتم ترحيله الى جهات اخرى. اكيد السيد النائب حضر في الاجتماع ما حضرتوش، وقالها المدير ديال عمره وقالها السيد العامل اننا خلينا بقعه ارضيه لايواء هذه المنازل الآلية للسقوط والمنازل المتواجدة في أماكن تشكل خطر على الساكنة وكذلك الساكنة ديال ديلينسيا. درنا دورة السادة الأعضاء إلى رقم عقلنا هنا وصوتنا فيها أظن بالإجماع باش يتم الترحيل ديال الإخوان ديالنا اللي راهم في منازل غير صالحة للساكن. لأن هذا هو اللي كاين. أما النقاط الأخرى اللي قلتها أنا راني معاك، غفلتي مجموعة ديال المشاريع اللي هي مهمة جدا ما دخلتيهاش في البرنامج ديالك. المجلس الإقليمي كثرنا المشاركة ديالو، أنا لا أخفي صراحة المجهودات اللي قام بها المجلس الإقليمي لا السابق لا الحالي. فمنذ إحداث هذه المؤسسة الدستورية بطبيعة الحال استفدنا احنا بعد كجماعات واحد المجموعة ديال ربما آليات سيارة الإسعاف. دابا عندكم واحد الاتفاقية الشراكة اللي المجلس الإقليمي عازم أنه يبني لنا إن شاء الله السوق ديال السمك، وعندنا شراكات أخرى مع المجلس الإقليمي. إذا هذا العاطفة السي محمد ديال المجلس الإقليمي ما جاش غير هكاك ودخلنا معنا في جميع سميتو، لأنه التمسنا منه التعاون وأنا كنحييه وكنحيي الأعضاء ديالو مشكورين لأن كيتعاونوا معنا. أثار كذلك المشكل ديال الجهة، الجهة هذا موضوع اللي خصنا نفتحوا له إما دورة خاصة أو لا شي نقطة. إذا علاش كيتقصى هذه المدينة كتقصى يعني من الاستفادة اللي كيستافدوا بها جميع الجماعات على المستوى الجهوي. هذا هو اللي كاين. نعطي الكلمة للأخ نزيد نفتح هذا الكلام، ولكن استنى نعطي السي جمال لأن ما تبجلش. بسم الله الرحمن الرحيم.
البرنامج بالنسبه لي انا برنامج طوباوي. السي علي راه عبر قال دوش عدد البناء يعني كان نوقفكم راه عنده الحق. يعني غادي نرجع للموضوع اللي كيشغل الساكنه ديال الفرح، كنهضروا على الانترنت وواي فاي وشي ساحات الناس تائين تحت الرائحه الكريهه ديال دخلتي الكتاب كيلو بضلاتي تما ذاك الحمير والحاشاكم اللي بغا اللي عليك المزيد حتى يلاه خليك ذاك راه شوف المستوى فين وصلنا واحد المستوى خطير جدا بقاو نديرو كيلو بضلة والحمير والبغا في برنامج ديال التأهيل ديال الجماعة الشرعي البرنامج ديال التأهيل أستاذ مكلف بالبرنامج راك خرجتي اختصاص الترابي ديال الجماعة ديالنا وكاين شي اخوان طرحوا شي مشاكل يعني خطيره يعني المنتزه اللي غادي ندار جماعه طنطاسه اختصاص ترابي تكون المهني جماعه طنطاسه اختصاص ترابي المستشفى الاقليمي اختصاص ترابي ديال جماعه طنطاسه وسمعت هنا تكلموا على سد عزيمه جماعه عزلة هادشي راه خطير شحال كنديروا برنامج عمل ديال جماعه ترابي ديال الدريوش ولا ديال الاقليم اذا راه كاين ماشي حوايج لا علاقة لها معنا لا علاقة مع الجماعة الترابية ديال الدرجة. النقطة الثانية اللي أثرت الانتباه ديالي حتى مطرح النفايات اللي كانوا يهضرونا ما عندوش علاقة مع الجماعة الترابية ديالنا، يعني غادي يكون في جماعة أخرى. إذا الله يخليك يعني خصكم تلتزموا يعني بالأخوة باختصاص الترابي. يعني حنا ما غاديش نديروا واحد المخطط ديال شي جماعة أخرى، راه مسألة خطيرة هذه. الله يجزيكم بخير. ثانيا أنتم كتسردوا غادي نديروا هذه غادي نديروا هذه نديروا هذه واش الوعاء العقاري ديال الدروش واش فيه ليزيتاج غادي ديروا الثانويه لتحت وديروا فوق منها مثلا على في السبع اللي غادي تبقاو في السبع كل ميت السبع اللي غادي يطلعوا واش تحضرتوا الاكراهات ديال الوعاء العقاري الدروش الدراسه على الاقل باش يمشي باش العمل ديالو على الاقل يكون عنده واحد الورقه تقنيه شحال عنده ديال الوعاء العقاري فين نقدروا نديروا مثلا غادي نعطيك الوالد مثلا هضرتي مثلا على منطقه صناعيه من الدرجه الثالثه كي واحد الحرفيين ديال النجاره وديال فين غادي ديرها؟ فين؟ حنا باش كنقول لك توبه حنايا سئمنا من نكذبوا على المواطن راه عندنا اربعه المشاريع ما نداروش حتى حد على اربعه ديال المشاريع يمكن راه اعتقد راه تمت الاشاره لشي وحدين غادي نداروا في 2022 وحنا عندنا برمجي ملي كتهضر كيقول لك وين سيد الرئيس كاين ديال وقت هضرتي على واحد ديال الاختصاص ديال ذوي الاحتياجات الخاصه انا مبرمج كاين الاعتماد المالي ديالو كاين جماعه الترابيه في الاقليم راه كيبيعو كاين مركب سوسيو التربوي كاين مركب سوسيو ثقافي كاين واحد السوق ديال كانت مول المبادره والتنميه البشريه يعني ايواء هاد التجار ما تبلاش مؤخرا سمعت ان السيد الرئيس بدلوا الاخر بدلوا في المكان ديالو في غادي ندار عندنا واحد البقعه ديال في السوق تما فيها واحد 5000 متر اي مشروع درنا عليه الدوش كنقولوا غا الاخر غادي نديروه تما واش السيد الرئيس واش هاد المشاريع اللي الاخر اللي بغوا السيد الرئيس انت خصك تجاوبني هاد المشاريع الاربعه تقريبا فيهم 20 مليون ديال الدرهم اي جوج ديال المليار باقي ما خلاوش الاخر الطريق ديالهم للتنفيذ علاش السيد الرئيس وانت كتجي مع الاتفاقيات غادي نبنيو بنيونا هادو نبنيو الاخر حاجه اخرى ما نبقاوش خص المواطن نقولوا له اللي نديرو اللي ما نديروش ما بقاش عندنا الجهه نصفوا الجهه معنا في اتفاقيه ديال التاهيل الحضاري عطيونا السيد الرئيس عطينا شي حاجه صيفطيها للجهه ما عطوها لنا شي وعطينا شي حاجه ما كنراسلوش ما كنمشيوش حتى السيد الرئيس عليك تمشي للجهه ملي كنتي الانشطة ديال الرئيس حدك هنا العمل مشيتي للرباط ومشيتي لوجده باش اليوم تجي تحت تقول ودا راه الجهه ما عطاتناش راه خصك تعطينا بان تقول لها فين تلاقيت مع رئيس الجهه مشيت رئيس الجهه مشيت مع رئيس الجهه هدرت مع رئيس الجهه حتى ما درتي حتى شي حركه وكيجيو هنا كتلوموا الجهه عطينا شنو درتي ما درتي والو ما مشيتي عند حد ما كتبتي ما اتصلتي ملي تفتح الدوره باش يقول لنا مراسله السيد رئيس الجهه قصدها بناء كذا مراسله ما درتي مراسله السيد الرئيس واش غادي يدقوا عليك البيبان راه الا عطوا 67 مليون في وجده 67% ديال الاعتمادات الماليه المرصوده للتنميه الجهه الشرقيه لوجده راه الناس كيدافعوا ما كتمشي السيد الرئيس سير قلق البيبان عاد جيت لاخر تعلقوا
إذا أنتم هذه الجهة غادي نمشي معكم بعيد إلى هذه الجهة كتشوفوا بلي ما تنساش تعطيو الاستقالة ما لا نديرو لا دورا ولا والو. إذا ما عزيزش عليكم الكراسي أجو أعطيو الاستقالة احتجاجا على هذه الجهة. ولكن قبل ما نديرو هذا العمل الرئيس الوزراء كيبدا سير عندهم قرقب البيبان دير معاك المشاريع دير الدراسات عندك شي دراسة ديال شي مشروع ما عندك والو. إذا ما تلومو حتى شي واحد حتى نكونو حنا نقدو بروسنا وشكرا لكم. إذن فيما يخص برنامج العمل كاين ملاحظات كثيرة الأخ الكريم. إذا كان في برنامج العمل دائما ليه ما دخلوش مع خير كل شيء مصطفى؟ نعم 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 الرئيس نعم 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 يقول نعم 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 الشيء اللي رانا وصلنا هنا يا أنا كندعو جميع يعني المنتخبين الإقليم كل شيء يعني واحد حالة الاستنفاء يعني ما نبقاوش ندير واحد السياسة شتفية ونشد فيك وكذا. أنا بغيت نلاحظ واحد الملاحظة دابا اللي وقعت هو أنه انسحب باش ديال مدينة الدريوش أو رئيس الدائرة يعني غير الانسحاب ديالو دار شي 10 دقائق دخل الخليفة. هذا راه ماشي احترام أصاحبي، هذه راه مؤسسة مدافعة خصهم يحترمونا. إلا ما يحترموناش ما يجيوش عندنا أصاحبي. واش أنت تنوض مع صبح تلقى الرومبوان يقلعوا؟ درنا شي اجتماع على الرومبوان؟ درت أنت شي اجتماع خبروا بلي غادي يقلعوا الرومبوان؟ هذاك ديال الرومبوان ديال درنا شي اجتماع حنايا؟ انا اللي قلعتهم واش درنا شي اجتماع؟ قلت لي واش خبروك؟ اهانه ليا غادي يخبرني. انا اللي كنسير المدينه وكندبر المسائل ديالي. رائع جدا صافي بنا انا غادي في هذه الامور هذه حيت حنا الجماعه ما شفتش يعني البوابه الالكترونيه وكان عندنا البوابه الالكترونيه ونشرتي ان اكس انت اللي يعني تكلفت يعني باش تقلع ذوك الرومبوانات. لا غير واحد. غير واحد اللي قلعت. شوف انت يا كنت في المدينه. واه غير واحد. شحال قلعنا؟ واحد. ايوا غير واحد. صافي نسحب لي جوج. دابا نقول لك سعادة الرئيس يعني انا لو كان عندنا كانت عندنا بوابة الكترونية لو كان درت واحد الاخبار واحد التواصل على اساس انك انت اللي قلعت ذاك الرومبوان. غير بالنسبة لي يعني نعاودو عاد نرجعو للبرنامج العمل الجماعي كاين المنازل الآلية للسقوط. المنازل الآلية للسقوط ما كاينش غير حي تيدينسي كاين حي ولاد موحد حي ولاد علي بن حمو. هاد الناس يعني هاد الأحياء هادي حي ولاد موحد حي ولاد علي بن حمو وحي تيدينسي كاين مجموعة المنازل يعني الناس اللي ضروا في فيضان واتكارت والناس اللي راهم هنايا في تيدينسي اللي كان واحد البناء من عهد الاستعمار كاين حتى القضية القناطر يعني أنا مبغيتش نهضر عليها راه كاينة في النقطة وكاين دابا حنا كنهضروا على الجمعة المقاولاتية يعني حتى البرنامج العمل الجماعي يكون فيه واحد شي حاجة تكون عندها علاقة بالاقتصاد يعني هنايا كنجيو للمدينة كنلقاو واحد الركود تجاري واحد الركود اقتصادي حبذا لو يعني كان شي أمور يعني متعلقة على علاقة بالتجارة أو بالاقتصاد. كاين القضية ديال الأمن الوطني ما هضرناش عليها البرنامج العمل الجماعي يعني تريوش كإقليم خص المديرية ديال الأمن بنادم يعني تجي دير لك في النظر راه ماشي صحيح انت راك عاصمه ديال الاقليم وصافي هذا سي فرما جات كاين مجموعه ديال الناس. نعم سي عبد العزيز تفضل سي عبد العزيز. سيد الرئيس سيد الاعضاء هذا البرنامج ديال الاخ اللي كيقول لك نديروا الشرادي على الكورنيش. الكورنيش فين عندنا حنا الكورنيش وادي سلال. كيتكلم على وادي سلال. لا من علاش حنا نديروا الجرادي في وادي سلال نقسموها نديرو بين الويده نديرو فوادي سلام نديرو في المركز جميع المقاطع جميع المقاطع ما كانش يجب نقدر نسقوها على الواد هو علاش تقصد بك الواد سي الحاج انا ضمنت باش يكبر على ذاك الشريط اللي جاي على ذاك صالحش السي ما صالحش في اطار انه يتحيدوا ذوك المنازل راه المنازل ديال وادي ديال واد اللي دي ساعتنا الاخوان كلوا على يقين ما غاديش يبقى ذاك الحي هذاك الحي ديال ظالم. ظالم هي واحد المؤسسه تابعه للجيش الملكي يعني ظالم هي اللي عندها الورق ديال ديك الارض والناس اللي راهم دابا ما راهم غير كيستغلوا ولكن لابد حنا كمجلس نفكروا في الحل ديالهم. ما يمكنش نبقاو مكتفين يدينا واحد النهار غادي نلقاو جاو شي ناس تراكسات كيحيدوا الضيوف والناس كيغوتوا والناس كيديروا في المدينه ديال الدروج. حنا نكونوا استباقيين اننا نوفروا لهم واحد البقعه للايواء حتى المتضرر من الفيضانات تعطل ولكن راه ماشي في يدنا داك الشيء راه ماشي في يد الرئيس بوحدو تعطلوا ماشي في يد الرئيس. واليوم انا كنشوفوا عمرك راك خربت ان شاء الله تسالي وغادي يستافدوا كذلك ذوك الناس راه العمل راه الوقت من المكونات ديال اي مشروع راه لابد نعطيو الوقت لحاجه. الحاج عبد العزيز انا نديروا هذه اللي كيتكلموا عليها الواد لان عندنا واحد الاتفاقيه الشراكه ان شاء الله هادو درناه مع السيد المدير الاقليمي ديال مياه والغابات
ولكن الحج كيقول لك ان اي دائره دائره الا وتكون فيها واحد الحديقه يعني واش غادي ديروا هكا زاد ان شاء الله في البرنامج. سعادة الرئيس المحترم اسمح لي اسمح لي ثلاث سنين اسيدي انا كنسمع وديستان الهضره وديستان يومين كل الدور عمرو ما دارش حاجه تما لا وديستان اطوري وديستان حمو وديستان سعادة الرئيس وديستان حاجم وديستان كاع تيهضوا على وديستان داروا شي حاجه تما في جمال ورد كلشي تهدو على وادي سته تهدو معايا السياسه كامله السياسه معايا وحده حاجه لا دابا صوتوا عليا الشباب هذاك راح نشوف فيهم كي داير الشباب صوتوا على الجهل انا جاهل ما خارج وما خصوش تشحى ماشي لا باش يهضر بحال دابا انت تزرع المصالح خارج انا واش جاب لينا اعطونا لكم وادي سته حبوا وادي سته الرئيس وادي سته الحاج وادي سته حاجه ما درت لا ظلم ولا لا مصلحه لا شجور لا قدروا لا ولد الحار سبحان الله وادي السلام ولا تسمى بحال اللي هو تما ولا بحال حاجه تدافعوا عليه كامل دابا سمعت رئيس وادي السلام حاجه من وادي السلام اطوري فوقاش ما هضر وادي السلام عرفت الشيء قريب يخدم وادي السلام حمود يهضر على وادي السلام كل السي حسن قيشو حي وادي السلام حاجه ورجل انا وياك نمشيو نروحوا والله العظيم الله وادي سعادة السلطة والو وادي السلام والو وادي السلام هذا هضره وها هذا هضره الدولة سيدي الحسن ها الدولة اسبوع الفارس في دابا انت مش تحتاج السلطة باش يحيدوك لحمل انت عارف هذا غير لحمل دابا انت ثالث غرق والله الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك هذا داري على الرئيس اللي كيبغي المدينة ديالو كيدافع عليها والله إلا رئيس خدام أنتم اللي عصبتوه والله إلا رئيس خدام والله إلا خدام الحاج الحسن كن على اليقين راح شي مرات غير ما كنتفاهموا شويه دابا لما جا وراه الانسان شوف الله يجازيكم بخير نقولوا الذات ديالنا بحال حنا ماشي وكنتكلموا على المنطقه ديالنا دابا نهار اللي جانا التاهيل الحضري الاول فتحوا معايا شويه المخ ديالكم وكلكم كتدخلوا الانترنت ديروا واحد نهار جوجل ديروا جوجل ماب وبنادم يشوف الدروش من الفوق قلبوها معايا شوفوا الدروش من الفوق وتحدى شي واحد غادي يقول لي راه هنا شي جماعه اللي عندها هذا التصميم ديال الدروش كيبان لك الدروش السي حمو والله العظيم الى البارح اللي كنتفرج فيه بحال دار الشوارع مقادي تغلبنا على حي البام راه عندنا اكراهات دابا راه ماشي راه عندنا الفلوس كنقولوا ما بغيناش نخدموا الى بدينا بالحي البام الحي البام اليوم تبارك الله عنده السفيت ديالو عنده التروطوارات ديالو يعني على ما كيبان لي انا مثلا كنديروا قدر الامكان النظافه ديالو ندوزو من الحي ديال البارك نمشيو للحي الإدارة ديال العمالة والثانوية والعبد العزيز أمين ومادي وتبارك الله كيبان لنا حتى هو مزفت يعني غادي نجيو دابا راه من الحدود ديال جامعة طريف دخلنا للحي القدس كذلك دزنا للسعادة واحد دزنا للسعادة جوج من بعد غادي وكينقص أنا راني موافق على الواد ديال اليسار وعلى الواد اليمين راه من طبيعة الحال ما يمكنش التأهيل الحضري الأول غادي نجيو نديروه في وادي الإسلام أنا غادي نمشي للعامة صوتوا عليه واش يحاسبوني ايوا لا سيدي هو داز عام داز عام السي محمود كلمه معليش معليش اخي كريم تقطع انا كنتمنى زعما انا كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم هذاك الشيء اللي قال الاخ الكريم نستطيعوا ونمشيو معاه ولكن انايا غير الناس في المدينه ديال دريوش انا كنعتبر دريوش حسن الضابط السي علي اسمح لي انا عندي راي ديالي خاص انا عندي دريوش حسن الضابط انا عندي دريوش حسن من نيويورك انا عندي دريوش حسن من العالم كامل انا فين خلاقيت بعيد على هذه البلاصه غير 150 متر فين خلاقيت انا السي حمو بعيد على هذه البلاصه اللي جات فيها 150 متر عند الباشا فين كيدير الجرايم كنعقل فاش كنت كنلعب كندروش في غير 5 ولا 6 ديال الطيور انا الدم ديالي ديال الدريوش والمتعة الدريوش انا الدريوش حسن والدار بينا سمحوا لي خص يكون عندنا حب الوطن ويكون عندنا حب الى تكلمنا هكا اذا حنا ما كيهمناش الدريوش ما عندناش عليه غيره بوالو مغيرو عليه عندنا مغيرو عليه باش ما كان
هو باش حنا خير داكشي لا حمايدين ما تمرش علينا خطابات لا 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 شوف لا حمايدين هضر دابا في فراغ ما تمرش الخطابات اللي ما بغينا تفضل سي حمايدين غير بايله في العام كلشي تكلم مرحبا تحيه مجددا علشان اجوبه مداخلتكم السيد الرئيس على دور البرنامج عمل الجماعه السيد الرئيس درت قارث ورد قاحمش وقالت الاعضاء ان هذه الخروقات العداله لتوزيع المشاريع وخاصة واد الحار للدروش يوقع ديس خروقات يعني ثاني تيني خص الزيس يعترف المسؤول او انسان ان كيف يوقع ثلاث دقة خوش تسمحش كتساور تختار في غاحي السعادة تسبد بحي السعادة وعص واد الحار وعص بور قوضرو ازيين واحد حين امر الغربي دي تاسم دي روست نتندينت هذه تين تقاكي خابو 20 كولومي دير وسط من تنتيت وعاد هو الحار غادي تقابو ان البرنامج عمل جماعة يستوحد ملايين زي 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 المقترحات مجموعة من فعالية المجتمع المدني او الاعضاء وقلنا كيش حضاني اسباب ما بيتواش انتي شي فاسنا سيد الرئيس كيش نخدم تقاضي نخمشي او دي نسح مش تا شد خسار روح بعد الخساني تنيني في نتي عادي سمينتي وغام دليل تغن تقترحات مقترحات جدية ومسؤولة هما كيف صوتك تازم دمون تانا مفضلتين دي يجير ده في قضية كفوز كفوز مين تكشيد شكين شين هما كيش نكفوز كفوز مين ده تكشيد مين زي ده غاز جبلت هما كفوز سيب بدا تخدمت شين طالون دروش سكوش ينس دغدي دروش سكوش طالون تحب دروش نخ ملوان تحب دروش نخ دي وذا النخ وازم تيزش هذا ما عش أنا لازم يتفعل نوز ست الغيرة نخ إذا نجد عنه نوز دن إذا كيف يعقل يتقار كنشد دروش كحسن زي الدار البيضاء شي نزد غدا شي سلكي حسن زي الدار البيضاء شو لطين كوالو مرا شاطر ما هي ساكنة الدروش أن الدروش حسن زي الدار البيضاء لا خش المبرير يعني الدروش بعد ما يكون زي الحارة زي الحارة ودي مشاعر قاضي جماعة قهوية ودي بالتاني مين لأن شنو نخدم مشاعر المسؤولين من أخوة غديت عن مشاعر اليوم السيد الرئيس 20 مليون تنقلات من الرئيس والمكتب على اساس ماذا؟ على اساس انه ادراح قاعد لاني هنا غاربطني غار مركز نقاد واقف نتاع حشاق راس عبد الغاربط تحت الغار وجده 20 مليون تنقل الدفع في قضيه في ملتبس ما تخلي ملتبس 20 الف مكتب هذه هو 20 مليون الله يبارك صور كادو ما يجيش قد سلطاتي ولا ناس تحكي وانا هو 20 مليون تنقل واش 20 مليون واحد 5 مليون 6 مليون لا واش 5 مليون الله يرحم الوالدين يا مصطفى 2 مليون كذا مليون كذا مشوار 30 مليون خب شنو 2 مليون 2 مليون 3 مليون 2 مليون مين من شو باش نسقط الكاخ يعني هتوخ داتينو هتكاخ دات ميودانا دي دريوش هتك استقبالي زينو زعماس من الفرد اتقع بغربط ملتمسة تتصور شي خاص ندبع خنين قد دريوش خاص كتاز من 2000 جماعة لي دريوش ماشي كيف كانش لي دريوش زانيتين مرود واحد سوفو سنش متعي ملتمسة تخصيش ملتمس زانيتين قاعش ملتمسة وازيد شال الملتمسين في الغرب الثاني ما اش كان ملتمس الترقية المحكمة الترقية المحكمة ديال البوليس هذا في الاشغال ستة تخصم ما يصحبك ديال جواب اتصور اش خل اولويات زانيتين سواء اش خل اولويات نسحب دريوش هو الوضع الحار هو القدرون هو مليار واحد تني وين تي المناظري تني وين تي المناظري تني المناظري مش قاش اي سي مي فات مش كاع هذا مش كاع تني تني سي سي المناظري وتن خاسر حبوسه وتن خاسر حبوسه 2 مليار تصور لاتيني سمو زوينه تني وتن خاسر حبوسه ديال حراك الريف كان مدان صويين نهار قال لي اجتماعك الوالي بالحضور نش تو هاد التوجه نشناري تو قال عام زيد نوز نوز محمد ناس ودا سيد الوالي قال انايا واحد جبار ورما قال شي ندير شي واحد ليش نحاج خسر قنا ضاني خمس سيوان قنا ضاني ما يمسكش ملتمس يسيبان لي زان قاعد سيد الرئيس شك في الاعضاء لجنة ما يمسكش ملتمس فين 8 هاد سنت فين 8 خسر فين عطاو يخدم ما يمسكش ملتمس ما يمسكش ملتمس ما يمسكش ملتمس ولد الحرمين ما تشفع عليه الاحداث ثاني من نيخ الاحداث والمناظرين كل شيء نويتي ذا السي حمود علي يقول خبر سامحي مش ما حد ما حد وين تجي واد الحار دي الدريوش وتعاين بوغا كيش مكشان حاش من غير الدور في برنامج جمال العام
برنامج برنامج عمل الجماعة قاس مراحل، قاس مراحل ويقاس تدريج ديني، المدى القصير، المدى المتوسط، المدى البعيد. شي نهاران عمم زوارهم اللي تروح ثلاث سنين تروح ضاعت ثلاث سنين، ثلاث واحد من غادي ثلاث سنين، لكن ثلاث سنين بقى ضحك غيتك وسكينة الله سامح نوار، قادر تسناوز تقوال وما تسلم ثاني. البرنامج عمل الجماعة على المدى البعيد القصير أي سنستعس الأولويات ندريوش كمدينة خدني غاز السيورخ على التوسيع التوسيع هذه سواني الأولويات غاز السيورخ التوسيع ناقل المدى القصير المدى البعيد المدى المدى المتوسط مثلا المدى البعيد يعني أنا غزا غا الأولويات غزا الأولويات دم زوار يجيب غاز السيورخ شهر حاجة البعيد عن دفن أولويات دي المشاريع إذا السادة الإخوان سي حسن تفضل. تحية السيد الرئيس ربي تفوز المسك على واحد الإشارة شحال مرة تقولنا واحد جوج ديال المليار خاصة بلا سينيزم وحنا ديك المرة انسحبنا وقلت بوانت على هاد النقطة ماشي انسحبنا لغاية الفينسي يعفو المشكل ديالكم أنه كتسيتو هاد المشاريع كنقولوها ولكن هاد الشيء يعني الصراحة غير لائق سهلا لانه جوج المليار ما كافياش للشطر الثاني السيد الرئيس واش غادي تخليو وادي سلام مثلا ونديروا الولد ولاد علي بن حمولة بواحد ولا نخليو طرف على طرف اخر ما يمكنش السيد الرئيس جوج المليار بعظمة لسانة قلت لنا راه التقنيين ديال الجماعة ديال البلدية كابرو داروا يعني واحد الدراسة مثلا محلية غادي تكلفنا واحد 7 مليار قلت لها السيد الرئيس ولا ما قلتهاش إذا خصنا 7 ولا 8 مليار باش نديرو المشروع ديال الواد الحار مشروع متكامل وشامل ديال المناطق اللي باقي مناطق ولا الأحياء اللي كنت يعني كنهضر عليها من بداية الواد الإسلام ولاد موحد ولا أحياء مهمة جدا 100% برنامج العمل الجماعي خصنا نبداو الأولويات بحال اللي كيقول المثال اش خصك العليا تتم منعتكم خصنا نبداو يعني بحال اللي قلنا لاسينيسمو اول مشروع خص يتحط في برنامج العمل الجماعي عندنا نمشيو على حسب الامكانيات اللي عندنا ولا الممكنه وكل الوعاء العقاري اللي عندنا عندنا 10 الهكتارات نشوفوا اللي غيكفينا المشاريع اللي غنديروا حنا كنديروا مثلا بحال اللي قال الاخ علي مثلا المشاريع ديال الدار البيضاء في واحد المحيط وعاء عقاري جد 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 خالي هذا غير ممكن سيد الرئيس نديرو مثلا عندنا برنامج عندنا مشاريع ديال 2018 غالبا يمكن شي 50% ولا 60% ديال المشاريع ديال 2018 والوعاء العقاري عاد نفكرو باش حتى نديرو التوسيعة مع الفوق اش غادي يمكن 22 ولا 25 عاد مثلا نقدروا مثلا نحلوا المشكل ديال التوسيعة ومن بعد عاد نديرو المشاريع هذه يعني كاين لوبس بحال قلت السيد الرئيس سابقا يعني كنلومو الجهة القضية يعني كدير مثلا واحد يعني التغطية ديال ولا التمايز بين المناطق مثلا ديروش يعني أقل نسبة حتى حنا كنحسو بهاد القضية يعني حسينا مثلا كدوائر ولا كأحياء مهمشة يعني حسينا بهاد يعني بهاد القدرة بين قوسين بهاد يعني التمايز حنا يعني أقل تكلفة اللي يقول المشاريع اللي وصلتنا يعني اقل ربما زيرو مشروع حاليا يعني اللي كنحس بانه دائره ديالي يعني زيرو مشروع واحد ولا قطره ولا والو قطره ما كاين لا قطره لا والو بس داروهاش كذبوا قطره يعني كانت مبرمجه ربما يمكن السابق الى اخره المهم هذيك يعني زيرو مشروع حاليا مثلا غادي نمشيو مثلا نخلي قلت السيد واستسمح يعني مشاريع يعني تقنيه ولا ترفيهيه الى اخره ونخلو مثلا مدرسه واش غادي نسبقوا بالتعليم ولا الترفيه وشي حوايج اخرين عام ما نذكرش شحال مره ضررنا السيد الرئيس نعم الله يسحبكم الجماعيه كدير كلشي انا ولكن السيد الرئيس دابا كتقول لي راه كندير وفي الاخير باش غادي نطلبوا كتقول لي راه ماشي انا اللي كندير ايوا كدير عن مدرسه لا بس مدرسه ولا شي مشروع اخر راه بحال اللي طرق المدرسه ديال وزاره التربيه الوطنيه واسمح لي غادي ندير مثلا الرئيس ديال المجلس الواد الحار ديال لون ديالي اسمح لي
كتغلطوا راه واش علاش كنغلطوا حنا كندافعوا دابا حنا كندافعوا يعني خصني هذه خصني هذه توجهوا لي السؤال واد الحار شنو واد الحار انا عندي الميزانيه ديال واد الحار علاش ماشي علاش كتقول لي راه صاحبي انا جوج المليار ديال راه جات 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 ما بغيتوش مزيانه علاش كتقول لي دابا قول لي راه ماشي المشروع ديالي فاهم معاهم لا حنا طرنا ماشي حنا مولنا طرنا دابا طلبتي دابا انت ماشي المشروع ديالك سيد الرئيس انا خصني مشروع متكامل ما نبقاوش نضحكوا على عيب الله راني معاك جوج المليار ما دير والو ديك المره جاوا الناس ديال الدراسه عاد جاوا الناس ديال الدراسه باش انا خصني نتذكر هذه القضيه وما تبقاش تركب عليها كل مره الله يهديك راه جاوا جوج الناس ديال الدراسه وساعدتو جوج مليار ما كاتيش واد الحاب اسمح لي تفضل مع بس سيدي هذا مصطفى 30 ثانيه فقط يعني بالنسبه لي يعني سالت الرئيس تسيور ميديا ما تسيور خلبام تسيور حي الاداري تسيور السعاده واحد السعاده نايم يعني المقارنه ومن بعد شي جيتني شي وزمه دسر يعني دخلت ديينش ني دي وزمه دسر كيفاش المشروع ديال ولاد موحد وياك نعم نعم غنمشي غير سيكيني واه الغلط لا مقارن مثلا ملي وصلت يعني المجلس بلديه الدروش 2009 مجلس العمل 2009 يعني شي 2008 وقع عن الفيضه يعني ماشي غير ذا النيه لسناد الدير جارحان يموت الناس نيودان روح الناس نديد دورها يعني كان على المجلس وكان على العامل الذي كان اميرا بالصف وقت ذلك الناس كيفاش المشروع التون بعدا الفيضان التون يودان الناس اللي رحنا تون كارفيس اللي هيكيف كن يومين تكيف يعني الواجهه دخلها الخرجه شويه الاحياء واني تنخطا ونتمناو يتعاود شي في برنامج العمل الجماعي هادي وشكرا تدخل الكادير دونك سيان يعني نصوبها رون بوان نقاش الكلومات الكودرون نقا دار المراه ملايا دونك نتحاول هذه نقاش نكري شي حنجان يعني مزيانا نقا شويه المقابر نقاش نسمير المترو التروطوار ولكن ان شاء الله قبل ما يجي نهار الكودرون خاص نكمل لان بعض المؤسسات الاجتماعيه ولكن ان شاء الله التأهيل الحضري المقبل اللي قال لكم السي محمد في 10 الملاير هذا راه غادي ميدي ان والاسلام ما استفدوا والو مع الطريق ما يسمى الطريق يعني المحوري لا روكاد اللي دات من الزاويه اذا كاين جوج مقترحات المقترح الاول انه يتعاون هذا العام البرنامج المقترح الثاني كتصوتوا عليه هو كيقبع عليها تيما التعديلات والاولويات اللي تشرحوا ليها في هذا الاجتماع غير الاولويات واد كارت كاين من يخرج الواد سوا ديك البلاصه خاصها تعدل خصو يمشي لعين المكان منين يخرج ذاك الواد خصو الصور راه ماشي بحال هذا اللي دار خصو يكون عالي ديجا راه كاين دوره تما راه واخا داك كاين كاين برنامج عمل ديال المجلس الاقليمي عاود خصو يعرفو ويخدم عليه واه ماشي السود اللي ضربت ملي دخلهم اشير بان راه كاين فيضان ولكن غيكونوا محميين بالسود كل هذه الملاحظات قد ياخذوا بعين الاعتبار الساده الاعضاء انا كناخذ مقرر هو اعاده يعني اعداد برنامج عامل باتخاذ هذه الملاحظات ديال اليوم من بعد انت دير اجتماع مع الساده الاعضاء باش غادي يديروا نقاش يعني انا ادعو اعضاء المجلس انا باش هذه الملاحظات الاجتماع المشبوه كامل دخلوهم غنديروا معكم اجتماع عملي اول شهر اول ما كيمشوا غتعطيو لنا هذا كامل هذه المقترحات حنا غندخلوهم ونتريوهم حتى الا كانت شي زياره ميدانيه ولا شي بلاصه حنا مستعدين دابا السي مصطفى الا كان ممكن نقلبوا المبادره حنا راه الاشاره شكرا سي محمد السيد الرئيس غير واحد الملاحظه انا كنخالفكم الراي لا انت لا السي رشيد بالنسبه للسد عزيمان ولا السدود اللي هذا برنامج عمل ما معنى برنامج عمل برنامج عمل كنديروا فيه مشاريع اللي غادي نديروا وسط الجماعه علاش كندخلوا حنا سد اللي علاش السد اللي راه داخل مثلا في برنامج التنميه ديال المجلس الاقليمي وبرنامج التنميه ديال الجهه لا داعي لادخاله في برنامج العمل برنامج عمل خصنا نديروا برنامج عمل المشاريع اللي غادي نقدروا نديروهم في هاد الثلاث سنين واللي ما درناهش ديك الساعه ملي غتوصل ثلاث سنين غادي ندير واحد التقييم بان درنا واحد العدد ديال المشاريع خرجنا الحيز الوجود 31% ولا 40% وغنعرفوا شنو خدمنا شنو ما خدمناش اللي باقي غادي نديروا برنامج عمل الولاية الجاية الاختيار الأول أن هذوك الباعة اللي تما بطريقة يعني عشوائية كل واحد مش راضي بالمحل ديالو اللي كيبيع الخضرة اللي ماخذ المحل ديالو خضرة اللي كيبيع الدجاج ياخذ المحل ديال الدجاج اللي كيدير بوكاديو غادي ياخذ المحل اللي درنا فيه القهوة اللي كيدير تما أتاي غادي يمشي ياخذ واحد المحل درناه الأتاي اللي كيبيع العطرية والتوابل وما جواره غادي ياخذ الحالة
اذا غادي يهزوا هذوك الناس يفراو السوق ويمشيو يفتحوا السوق الاسبوع الماجي ويمشيو يدخلوا السوق يبقاو يبيعوا في الحوانت وغادي يستغلوا هذيك الساحه. هذا الحل الاول. كاين الحل الثاني غادي يقولوا انتم بقاو كتبيعوا تما وغادي نديروا واحد السمساره اللي دار شي ثمن مزيان غادي تخلي يستغل السوق. درنا جوج اختيارات كيتسمى دو فاريو واختاروا انا اللي غادي نتولى. تفضل السيد الرئيس. واخا هاد الناس دابا هاد الناس اللي كيبيعوا تما دابا في السويقه وباغيين يدخلوا للسوق ياك واش من طريقه باش غادي يدخلوا؟ ها هي درنا لهم التحمل. غادي نناقشوا الطريقه في اللي بغيتو كلش اختيارات. سيدي مصطفى قلتي لنا اقترح علينا جوج ديال الاقتراحات ياك ربما كاين شي اقتراح ثالث سنضيفه وانه هاد الناس هادو هما اللي غادي يستافدوا. حنا ما كنعرفو مين كيتباع بطاطا ما كنعرفش ما كيسوى بطاطا غير كناكلو بطاطا ياك. هذوك الناس نجيبوهم هنايا دير معهم واحد اللقاء لقاء واحد النهار دير معهم مدايا ولا نائب ديالك ولا شي واحد من المكتب نحضروا حنا يحضروا هما وناقشوا معاهم. يعني الاقتراح ديالي كنقول لك يعني فشلوا هذه النقطه حتى دير معهم واحد اللقاء وغادي نسوق اللقاء. الحقيقه درناه وبغاو مكذبوش عليكم. أه؟ اللقاء درناه وبغاو قال لك السيد الرئيس انا حنا اللي سفراء بحال الناس الحوت. الناس الحوت السي مصطفى هذوك اللي دخلوا تما ما كانش شي واحد كيبيع السيما ولا الحديد شفتو في السوق ديال الحوت كيبيع الحوت الا دوك الباعه المتجولين. واحد كان عنده البيسكليته واحد كان كيبيع في المحطه درنا الايواء ديالهم وجمعناهم كاملين في السوق ديال السمك مزيان. دابا نفس العمليه السي مصطفى نديروها مع الناس ديال الخضره. هذو الناس ديال الخضره راه كيبيعوا غير يعني كل واحد فين كيحط الخضره ديالو. دابا بنينا السوق. السوق راه ممتاز تقريبا واحد 50 المحلات منظم الجهه ديال الدم الجهه ديال الخضره الجهه ديال الاخر. هما بغاو انا كنبلغ لكم الرساله ديالهم بغاو باش هما اللي يستغلوا داك السوق. كاين مشكل سي دراك. ها كاين مشكل هذوك الناس اللي كانوا عندهم تما الحوانت حدا السوق ما كان عندهم شي حوانت بحال كيشوف داك الشيء ديال الالومنيو هزموا لهم هدموا لهم دوك المحلات وياك هذوك الناس اللي غادي يمشيو لهم خدامين خدامين ما بقاوش تما كاع الصباح وفين مشى؟ انا الحمد لله ماشي رئيس انا سي عاصم انا ماشي رئيس وماشي ممثل ديال هذيك الدائره. لا لا عرفت عرفت كيتكلم داروا غير باش غير باش غتكون بعدا غير باش غتكون بعدا غير باش تعرفوا حتى اللائحه ديال هاد المستفيدين اللي بغينا نديرهم الايواء انا اقسم لك بالله العلي العظيم ما عرفوا الى حد الساعه الى حدود الساعه لان الاحصاء ديالهم ما راهش عند الجماعه راه عند السلطه المحليه راه عند سيد الباشا. السلطه المحليه هي اللي تمشي دير لهم كلشي. دابا حنا الى المجلس ما لقينا سوا لا 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 اسمح لي حنا ما غاديش نصوتوا على المجهول يا استاذ الله يهديك اسمح لي سيدي حنا خصنا اولا اللائحه تعرض علينا والصور ديالهم نعرفوهم وحنايا كمنتخبون نديروا زياره ميدانيه لذاك السوق نشوفوا ذاك دوك الناس واش فعلا كيبيعوا تما الخضره شحال السنه ديال الاستغلال. واحد كان مثلا كيبيع 15 سنه هو كيبيع تما خضره واحد جا البارح تعطي هذاك الواحد واحد عام هو كيبيع الخضره وتخلي هذاك 15 سنه كيبيع الخضره غير باش ما نظلموش شي واحد هو سيد الرئيس رب العالمين كيبغي يشد الظلم حنا ما نظلموش شي واحد لا قال لك ماشي انت اللي غادي تظلم لا لا حتى واحد ما يظلمش راه شوف اسمتا شتي كاين شي اللي كتحس فيه راه كلشي صحاب ديالو واش راه كيحسوا به راه حنا نتقاسم واش راه اللي نسلم راه كاين راه كاين راه عندنا نتقاسم الشعراء مصطفى ما يصحابكش راه واحد زعما كيقول لك السوق وواحد كيقول لك والله راه شوف راه ملي كنشوف واحد المراشي باليه غاديه بالعفاف كلنا كنشوفوها الوالده ديالنا ماشي غير نضل مصطفى وحنا كنقولوا لا 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 ما تكونش ما فهمتش غير الرئيس حنا غير باش ما نضلوش باش الراي العام يكون على خاطره وحنا كنقولوا على خاطره هذوك اللي تقولوا جاو في الفيضان حصلتهم السلطه وهما اللي غادي يستافدوا ما يمكنش غادي يتزاد شي واحد 10 سنين بعد الله هادو ديال السوق النهار اللي غادي تشوفوا اللائحه غادي تقراوا اللائحه ديال يعني راه السوق عرفتي فوقاش باللي كان مشى راه قديم غادي تلقى الاحصاء ديال 2014 4 سنين السوق اذا فاش ما نقدروش حنا نحسبوا ما كيعطيناش القانون نحسبوا حنا باش ما نديروش السياسه مثلا غير انا كعضو مثلا ولا بغيت نرفع دعوه من ملك الدايره للمحكمه باش ندعيك على داك الشيء ديال واد يعني واش ندعيك انت ولا ندعي السلطه واش ندعيك انت ولا ندعي الدوله في المحامي سولو فاش لا المحامي سولو فاش اسمع ايوا جور لي تدمو لا في الفاير الفاير كارثه طبيعيه يمكن توقعها لو كان اولا القناطر الناس ما غاديش يموتوا يعني غادي يهربوا مثلا الدائره ديال حمو وياك لو كان عندنا كانت سفارة الإنذار مثلا راه الواد جاي
مصطفى اسمح لي واحد دخلنا في شي حوايج خطيره جدا. راه ماتوا الناس في تورينتو، ماتوا الناس في نيويورك، ماتوا الناس، واش قضاء الله وقدره؟ غادي تقول له كان سفاره الاداره. الله يجازيكم بخير. اقدر الله، علاش يدعوني الناس فيضا؟ واش انا درت وعاودت؟ واش انا كنقول له اثرت كاع الرعد، اثرت كاع الشمس؟ الله يجازيكم بخير. هذه كتسمى هذه خارقه، هذه مصائد اللي هي خارقه للانسان. ولا يمكن اننا نقول له كان درت القدر والسفاره ما يموتوش الناس هاد السي مصطفى. هذاك الشيء قدر الله وقضاءه. راه مشاو الزلازل وقعت في ايران، ماتت 3000 دقه واحده. الزلزال ما داروش النشره الجويه. لا ما فهمتنيش، كنقول الزلزال ما كيديروش النشره الجويه مثلا. ولكن هي تساقط الامطار في ديك المرحله دازت في النشره الجويه. شوف الناس اللي راهم في الجبال الاعالي ديال خنيفره وديال تيق السالين وديال زاويه الشيخ. شوف الناس فين راهم يعني باش يلقى ماتيروها. فهمتيني؟ راه ملي كيجي هذا الشيء ديال الخوارق هذا الشيء انا ما كنفهمش. غادي نتكلم عن الفيضانات اللي هي خارجه عن الطاقه ديال الانسان. هذا يصعب، حنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى الرأفة والرحمة من الله عز وجل. باش غادي تقولي لو كان درنا القناطر لو كان درنا ولا ما درناش؟ يعني أنا ما قدرتش نجاوب بعد على هذا الجواب. أما بكل صراحة، دابا حنا اليوم عندنا جوج اختيارات، بغينا نفتحوا السوق. الاختيار الأول غادي ندخلوا الناس اللي راهم حاليين كيبيعوا في السوق حصرتهم السلطة المحلية دابا 4 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين. اللائحة محصورة، هذه غادي يستافدوا. وعدد ديال المحلات غادي نقدوهم، هذا الاختيار الاول. الاختيار الثاني غادي نديروا السمساره، اللي بغى يعمر على شي محل، بغى يجي من خنيفره، بغى يجي من فرخانه، بغى يجي من تمسامن، مرحبا به، يدير ثمن المحل وكنفتحوا الاضرفه، واللي عطى الثمن مزيان كيدي المحل. عندنا جوج اختيارات، ونفتحوا السوق والناس يستغلوا المحل ديالهم. شكرا، تفضل اخويا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، عندي غادي ندخل في جوج ديال النقاط. اولا هذا الباعة المتجول اللي كاين في السوق، راه عندهم قبيله بكوكب كاين واحد السوق ديال اللواء ديال الباعة المتجوله ديال كتمول المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، يعني شي 4 مليون ديال الدرهم في ميدان راه كمل وفي فرونتيه راه كمل. لو كان تبنى داك السوق، علاش ما تبناش داك السوق؟ جاوبك كمل وجاوبني. لو كان تبنى داك السوق، هذيك الباعة المتجوله ما يخلصوا حتى درهم ويدخلوا تما، يعني ما غاديش نزيدوا عليهم. ملي غادي يدخلوا هاد الناس بعد المتجول نخفوا عليهم المصاريف، هذاك السوق اللي عندنا اللي كاين دابا راه فيها واحد البصل نقدر نديروا فيها محوتها، نبيعوا تما الحوت، نقضوا ذاك المسجد الاعظم اللي كاين، ذاك الرواد ديال 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 الجامع اللي كرهناهم تما في الصاله، الرهاب، السكان، الناس اللي ساكنين تما، يعني غادي تبنى. ثانيا السيد الرئيس، النقطة كنت غادي نشيلها شغل الأخ مصطفى، غادي الناس كان عندهم تما الحوانت، أنت عارف داك الشيء، كاين الناس من الاستعمار يعني أزيد من 60 سنة، والناس كيستغلوا المحلات التجارية، الباشا الأول اللي كان هنا مشى عندهم، الناس هدموا الحوانت يعني بيدهم، يعني ما يعني طواعية والإحصاء، كاين الإحصاء أنا شفتو، كاين الأسماء والميتراج، يعني السلطة دارت واحد العمل يعني مضبوط، السمية وشحال الميتراج اللي تدني. السيد الرئيس، انا شخصيا اتصلوا بيا واحد المجموعه ديال المواطنين اللي كانوا عندهم الحوانت، يعني هذا واش ما كتشوفوش انت من الحيف السيد كيستغل الحانوت 60 70 سنه كان كيهدمها هو طواعية، كنمشيو عنده كنقول له ديك الساحه مسكين كيهدم، كيجي واحد البارح بعرف عام ولا اخر وتعطي له حانوت وهذاك تحرموه، هذا الشيء غير مقبول. اذا الاقتراح اللي عندي على الاقل ذاك جاوبني، خاص تعطي لي الجواب، لان انت اللي كتسير المدينه، علاش ذاك السوق اللي تبنى في ميدان وتبنى في بنتيه ما تبناش في الدروش؟ يعني لو كانت تبنى هنا في الدروش يكون درنا هذه الاختيارات دابا، نعطيو لك الناس اللي كانوا مضرين هدموا الحوان ديالهم، نعطيهم حقهم رزقهم، الناس راه عندهم الملكيات، ما تعدوش على الناس، نعطيو لهم الحوان ديالهم، كاين واحد البلاصه نديروها محوته. مابقاش نضيعوا في الفلوس ولا نجيو نبقى نكذبوا على الناس غادي نقول لكم محوته، ما كاين لا محوته ولا والو. نفكروا الا كاين شي مشروع يتبنى، نفكروا نزيدوا الفوق، نديروا البناء العمودي، لان الارض ما عندناش، راه هنا مشيتي السوق ديال بنطيب ولا ديال ميدار، راه هنا منتجين، ماشي بحال هذا بحال السيد هذا الاخر. وكنضيعوا الارض، هذا هو الاقتراح اللي عنده. شكرا. انا الاقتراح ديالي عجبني، الاقتراح ديالي عجبني بزاف. نعطيو السوق الجديد لو جاوبني بعد على هذيك علاش هذاك المقاول
ريزيليا قال لك راني 500 دولار خسرت ماشي مع هذا المارشي مع العماله ماشي داروا مع العماله فاش مشيت سولت المهندس العماله عبد الصمد قال لي كاع السوق تبنا وحنا ما تبناش السوق ديالنا قلت لا تشمن السوق ديال ديرو سمح فيه ريزيليا ريزيليا يعني فسخ العقده راه وكاين شي واحد الضمانه مؤقته كتسمى لا كوسيون بروفيزوار كديها له العماله هما اللي السوق ماشي هما اللي هدموا بيديهم هدموا المحلات ديالهم لا داك الساعه هدمت العماله كانت العماله عندها توسيع ديال المشاريع ديالها وفي اطار التاهيل الحضاري وهذاك الشيء اللي كان تما البناء ديالو كان كيشكل خطر على السكينه هذاك الشيء يعني تم الهدم ديال ديك البنايات ولكن انا اكرر الكلمه انا ما عنديش الاحصاء ربما السلطه عندها الاحصاء يقول هذا هو راه اي دوره بعدا ما كيدوزهاش ودائما تاخر وعنده الطعن وسائل الاعلام كاع كترف الرئيس المعارضه كاع كترف الرئيس يعني وكأن حتى شي حاجه ما تعرف مزيان في هذه المدينه ديال الدوج كتهرسوا لي الجناح باش كنمشي لجهه شكون هو كي هذاك ما عنده عليه اذا ما عطيتو ليش القوه يعني المعنويه باش انني نمشي نتفاوض حتى الا مشيت نغوت في شي جهه كيقول لك هذا واخا نعطيو له هذه النقطه يديها الدوره الدوره هذوك دائما بلا يعني غير بين قوسين وصافي لهذا انا كنعترف بها ما بقاتش عندي ديك القوه يعني كما كتقول دير ملفات حمو قال سواء تقول أغلبية هو خاص والو بغا يطنطن ده واحد اس واحد يوم شيء كون خشوي تم وكيخفين والسلام إلى حين مع الزقاء عندك القوة شكرا لسي جمال ايوه انا بلعب في السديد وقفلك حلاء بلعب لا سديد اصبر بس لا بس لا لا اوفا في السياق في السياق ذلك زعما باقي عازم دخلتوا انتوما قلتوا فتحوا وفتحتوا البيت كله ولكن درتي معاهم شي حاجه اللي ما كايناش في القانون ديال الزبون الثلاثه ديال لي باش لا هما باش لا هما باش لا يسمحوا لي دابا ماشي فاش نقطه اوكي خاطر كل شيء خاطر اذا الساده الاعضاء الساده الاعضاء انا سي جمال اعطى اقتراح انا عجبني ولا بغيتو الملعب كدير عفوا السوق في لحظه موقف السياره وخليتي الطرا كاينه ولا ما كايناش هذوك المرافق كانت حاضر هذا كان معايا الا بغيتو السي جمال نديرو داك السوق في موقف السيارات ونخليو الطرا لا يمشي يطاشر الطرا يحفر تما ويدير تما ويفعل تما ويمكن من بين المسائل اللي هو هرب منها ملي شاف لو قتلو فهمتيني بغى يجي قاها مفرشه معدله بغى يدير لي فيها السوق هذيك راه باركينغ سياره يوقف فيها اللي بغى يصلي اللي بغى يشري الحوت اللي بغى يجي لهذا السوق الجديد اي من واحد وباركينغ على حقه وطريقه وخلى لي خلى لي البلاصه اللي هي خاويه قلت له انا ندير السوق الكاس كاين السي جمال هذا الباركينغ هذا السوق يعني الكاس كاين ما بدلنالوش المحل لا ما بدلنالوش ما بدلنالوش المحل صحيح كانوا حاضرين من السبب ولكن اللي سبق انا اللي سبق كنقول لك اللي سبق انت راسك تجاوب ماشي انا جاوبت واه انا وضحت انا وضحت انا وضحت انا وضحت نعم اسي مصطفى الاقتراح من السعادة الرئيس عندنا يعني مجموعة الناس اللي كيديروا الكرارس مثلا على الطريق ديال العمالة ولا الطريق الرئيسية يعني بحال غادي نديهم تما هذا هو المشروع اللي قال 400 مليون كاين هو غادي نديهم تما باش حتى الجمالية ديال ديال المدينة و غير بالنسبة للأستاذ غير واحد صحيح وصافي حنا يعني كأعضاء ما كنضربوش فيك يعني كنجيو هنا كنعرضوا من باش يعني النقاش باش ما يطورش يعني ما كانش صراع ما كاين والو وبالنسبة للصحافة هذيك من حقها كما اللي صار الرئيس انت اللي درت بينا القطاع يعني اللي بغيت تقلعنا واحد العام يعني تقول لي تقلعت من ديال المدرسه صوتوا عليهم الناس ديال المدرسه الحمد لله العداله كانت في الوسط الحمد لله ايوا كان ما درتش داك الشيء اللي كان شكرا لك شكرا زيد اخويا موسى تفضل السلام عليكم معليش السلام عليكم سيدي الرئيس سيدي الباشا المحترم سيدي الاعضاء الاخوان الكترونيك الاخوان المحاضرين معنا الحمد لله سيدي الرئيس دابا كنت فمك قلت لها مع النبوة الاغلبيه ودابا سيدي الرئيس كنضحكوا على هاد الناس المواطنين كيجيو يتفرجوا فينا انت ما تقول اغلبيه خصك تحط الاستقاله ديال اتصال الرئيس ونخليو الاخوان اللي عندهم الرغبه يخدموا وهذا ما كانش خارج خارج الموضوع هذا عندنا علاقه مع السوق السيد الرئيس بالنسبه للنقطه تقول المحلات اليومي هناك ثلاث نقط ثلاثة ديال النقط كنعانيو منها عطيونا الاخ رشيد ثلاثة ثلاثة النقاط كنعانيو منها في ذاك السوق تما المشكل الاول هو الوعاء العقاري ديال مازال راه في
أملاك الدولة. كاين خصو تسوية بشكل رسمي. ولكن مشكل إحصاء التجار خصنا يكون عندنا اللائحة، عطيونا اللائحة السلطة المحلية باش نعرفوا شكون كاين تما. كاين مشكل هناك مشكل أملاك الدولة والمتنازعين الآخرين. هنا السيد الرئيس إذا كنا كنقلبوا الموارد ديال الجامعة خصنا نشوف هذا، خصنا أنتم كنكتب خصكم تسويوا الوضعية باش حنا ماشي مشكل ديال التجار يشري ولا يكري وما معناش مشكل. إن المشكل هو تسويات ديك التسويه ديال داك السوق باش غنجيبوا الفلوس للجامعه نديروهم حنا ولادي. ما خصناش يدخل شي طرف اخر مع الجامعه الموارد ديالها. كانت الموارد ديالها حنا كنهضروا على الموارد. مثلا دابا سوق ولاد ميمون لحد الان راه مشكل مع الورقه الناظر تعرفش واش حكمات هذاك حكم على البلديه واحد العدد ديال ملي غترجع الى كاين مشكل عند هاد المسألة اذا غنسوا الوضعيه ديال العاقه اول عاد نمشي نشوفوها. فيما يخص تسوية الوضعيه ديال العاقه اللي تم عليها السي رشيد، كاينه واحد اللجنه كتسنى اللجنه ديال التكوين. اللجنه ديال التكوين ما كتاخذش القرار حتى السي رشيد كتعرف بلي راه ديك الارض ديالك. غادي يحكم معاك المتسجل والدار كيقول لك واش هذه الارض انا كتقول لي ديال القيمه وهي ماشي ديالك. تما جاو قالوا هات روح تبني السوق ديالك ما غاديش يحضر معاك املاك الدوله يوقع معاك. لا الوكاله واش جبت حتى انت قول لي بغيت نبني وما تعطيش شي مبيع. سالك انت هو الرئيس. لا كلشي دابا انا عضو انا كنسالك انت. شوف اسي رشيد هذه القضيه ديال العقار غادوزها حنايا اليوم كنديروا السوق وغادي نكريوها. سواء نكريو لهاد الباعة اللي راهم تما كنتكلم لك عليهم اللي غادي نديروهم، سواء غادي نديرو طلب عروض اللي بغا يجي شار يشار. هذا هو النقطة اللي كنتكلمو عليها، واش نجيبو هاد الناس واش نكريوها. حاجة أخرى ماشي حاجة أخرى ما عندناش. لا تكلمنا لا تكلمنا تبارك الله أنت وضحت لي الأخطاء وضحت لك سولتيني جاوبتك سول أو أي واحد بغا يسول يسول. مرحبا فيه 13 محل تجاري مخصصة لبيع الفواكه والخضار. فيه 11 محلات تجارية مختلفة. فيه 9 محلات لبيع الدجاج ومحل واحد لبيع الأكلات الخفيفة و11 محل للجزارة ومكتب للإدارة ومكتب مخصص للأمن ومكتب لحفظ الصحة وبعض المرافق الصحية. هذه هي المشتملة ديال السوق المغطى. غير الجمعيه ديروا واحد الدعوه ونوقعوها هذا السيد نسيتو المحكمه عاد ماشي غدا مور غدا يجيو تما مثلا يستغلوا ذاك السوق وعاد يبانوا لنا الضفاوات وكذا وتقعد تدخلوا خرج من الهضره. يعني دابا انا كيبان لي كخطوه اوليه نمشيو ندير واحد الزياره عند ذاك السوق لجنه المرافق العموميه وكذا وكذا نشوفوا ذاك السيد اللي بنى ذاك السوق الاسبوعي واش بناه نيشان ولا ما يعني عندنا بقات لنا مشاكل بزاف مثلا بحال ديك دار الطالبه اللي هي في الثانويه مرات تدخل كدوز تما كتلقى الشقوقه كتلقى كذا كتلقى الهضره كتلقى كذا. يعني غير نقول لك نسنوا واحد السنه يعني في المجلس ما نبقاوش نصوتوا خا الا صوتنا على شي حاجه نبقاو نخافوا راه غادي تكون المحاسبه راه كاينه المسؤوليه باش حنا نجيو هنا نبقاو اصلا حنا ما عارفينهاش كما قال لك 9 محلات مختلفه ما عرفناش دوك المحلات الا الصوت مثلا عارفين الاسماء ديالهم تمشيو هما تدوز لهم كلشي حنا باش ما نبقاوش مسؤوليه ايوا حنا خصنا نعرفوا على من غادي ندوزو حنا نعرفوا الاسماء ديال القديمات ونديرو زيارة ماشي مشكل نعرفو السوق راه هنا البلان ديالو راه هنا كلشي ديال الخضرة زعما تحية غادي نسولك شوية لأن العريق من اللي خلق كلشي هنا راه إشكال قانوني أولا راه إشكال قانوني لأن
المحضر ديال التنميه عرفت التوقيع ممكن انك ما زينش مع كامل مع كل التحفظات اللي كون العقل قريب في السوق موضوع مطلب تحفظ في اسم الدوله يعني ملك خاص ملك خاص اذا واخا يسير كنظن انا غادي نتبقى لنا في مشاكل اخرى ويك تجي كنلقى جماعه وانما ادير اكي ولاني غنستفدنا المحلات الثانيين الحصر سواء خلجنا ان السلطه تبقى تحصر يعني والتعداد يعني المستفيدين من من من, من المحلات التجاريه ولكن شنو ندير محاضر غنحنا مره ولا القعيق راه واحد السلام عليكم لان شكرا لكم حتى مع العاشره سنستأنف ان شاء الله الدوره ديالنا وشكرا لكم.